الليل الله والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائذ وجل ومن يغدو بك لا يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فألت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد من لي سواك من لي سواك من لي سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع ظل في يد الصمد ندعوك يا رب ندعوك يا رب أدعوك يا ربي فاقبل توبتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي المحترمين منورين الدنيا وخير من أبدأ به الكلام الصلاة على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام منورين جميعا اسم اسم دولة دولة نفر نفر نفرايا نفرايا كل إخواتي المحترمين منورين البث ومنورين الدنيا معايا النهاردة أرحب طبعا بكم جميعا اسم اسم النهارده ان شاء الله بس نقول طبعا حلقتنا هتتكلم عن ايه النهارده عشان اللي عايز يكمل معانا اهلا بيه وسهلا اللي عاوز يتكل على الله برضه اهلا بيه وسهلا النهارده هنتكلم عن الدكتور ولاء رحمه الله عليه وهنتكلم عن اخر المستجدات وهنتكلم كمان في القضايا العامه اللي احنا بنتكلم فيها دايما سواء حتى عريس اسماعيليه قضيه شيرين يعني القضايا العامه عموما اللي موجوده في الساحه لكن الأساس بتاعنا إن شاء الله نتكلم شوية عن قضية الدكتور ولاء رحمة الله عليه وهنتكلم عن يعني بعض الحاجات اللي أنا بشوفها غلط في المنصات هتكلم بقول في نقطة مهمة جدا نقطة اللي هو تأمين الشهود أو أمان الشهود إن إحنا عايزين كأصحاب منصات ما نضغطش على الشهود إنهم يطلعوا في المنصات يعني أنا شفت شهود طلعوا في النص او اتنين وقالوا في تحقيقات النيابة كتر الضغط عليهم او كتر ان احنا نبحث عن
اي شاهد او اي حد في القضيه عشان ناخد منه كلمتين او يقول لنا. طبعا ده سبق، ما نقدرش نقول حاجه، بس في نفس الوقت لازم نبص للموضوع من منظور اخر، الا وهو تامين هذا الشاهد. ما الشاهد ده اللي هيطلع هنا النهارده عندي وبعد بكره هنا في القناه دي وبعد في القناه دي وبعد في القناه دي هيعمل كده يعني، يعني اهل او يدينا سقعه كده ليه؟ اللي هم اهل المتهمين هيعتبروا الشاهد ده وكانه عدو او هياخدوه كانه عدو. فاحنا مش عايزين نضغط على الشاهد، راجل بيقول شهاده حق او راجل بيقول كلمه حق، مش عايزين نضغط عليه لدرجه ان احنا نكرهه ان يقول ان هو قال كلمه الحق دي، او ان احنا نضغط عليه لدرجه او احنا نحطه تحت ضغط لدرجه ان هو يتعرض للضرر من ورا شهادته دي. لان هو خلاص انا مطلوب مني اروح اشهد في النيابه، مطلوب مني طلعت في منصه او اتنين قبل كده وقلت شهادتي، خلاص بقى مش كل شويه هطلع في منصه يعني هعمل كده زي ما اكون بربي عداوه بيني وبين او هبقى خصم. انا كوني شاهد فانا مش خصم، لان الشهاده دي ربنا يسالني عليها. فحتى اهل المتهمين او المجرمين عارفين ان الشهاده ده ربنا يساله على شهادته ويشهدها يشهدها. لكن كل الشهاد دي يتحول من شاهد بقى لعدو او لخصم في القضيه، هو ده دي المشكله اللي احنا ممكن كاصحاب منصات نوقع فيها الشاهد بدون ما ندري او بدون ما نشعر. انتوا فاهمين وجهه نظري؟ الشاهد عايزينه يفضل شاهد، مش عايزين نخرجه من طور الشهاده لطور العدو، يعني نشيله من هنا نحطه هنا ويبقى عدو. لا هو مش عدو، هو شاهد، شهاده حقه لازم يشهدها، شاء من شاء وابى من ابى، والجميع يعلم ذلك بما فيهم اهالي المتهمين يعلمون ان هو شاهد ولازم يشهد الشهاده اللي ترضي ربنا. لكن مش عايزين نحطه زي ما قلنا في خانه العدو، فاحنا كده نضر الراجل او نضر الست او نضر الشاهد عموما. وانا بتكلم هنا في اي قضيه عموما، قضيه راي عام، الشاهد ممكن يطلع مره او اتنين وخلصت، مش كل شويه منصه تتصل بيه تعالى اطلع ودي تعالى اطلع وده تعالى اطلع وده تعالى اطلع وده لا اطلع بوشك، لا ده اطلع بس بصوتك، طب مكالمه تليفون، طب مش عارف ايه. فنعرض الشاهد للضرر. انا مش هيرضيني، انا عن نفسي مش هيرضيني ان شاهد في قضيه يتعرض لضرر او يتعرض لضغط او احوله من كونه شاهد لكونه عقيل حبيبي منور الدنيا حبيبي يا عقيل، مش او احوله انا بضغطي من كونه شاهد لكونه خصم في القضيه، وده غلط جدا وخطر على الشاهد. بره يا جماعه في حاجه اسمها حمايه الشهود. الشاهد ده لما بيروح يشهد في قضيه بياخدوه في مكان كده في اوروبا، بياخدوه في مكان بيقعدوه في مكان لغايه ما القضيه تنتهي حفاظا عليه. تخيلوا، لا بيطلع بقى في المنصات ولا بيطلع، ده كمان بيقول يعني شهادته وبعدين ياخدوه في مكان امين ويحافظوا عليه لغايه ما القضيه تنتهي. طبعا القضايا هناك ما بتاخدش الوقت بتاع هنا ده، سريع سريع كده القضيه تنتهي، فخلاص بعد ما القضيه تنتهي طلعوه كده مفيش خطر عليه، لان خلاص القضيه انتهت والحكم اتحكم وانتهى الموضوع. لكن لما بتبقى القضيه لسه شغاله والشاهد ده شهادته مهمه، بيبقى عليه العين، عليه العين، والشيطان بيلعب في دماغ المجرمين او اهالي المجرمين ان احنا عايزين نسكت الراجل ده باي طريقه. فممكن اي واحد يقوم بفعل متهور من شأنه ان هو يضر بهذا الشاهد علشان ما يشهدش الشهاده. عشان كده بره بياخدوا الشهود دول زي ما قلنا، انا شفت الكلام ده في امريكا وفي بعض الدول الاوروبيه، بياخدوا الشاهد بيحطوه في مكان، في مكان خاص، وبعد ما القضيه بتنتهي بيطلعوه، خلاص بتبقى شهادته خلاص انتهت، شهد والموضوع انتهى بالنسبه له، فما فيش اي ضرر او اي خطر عليه خلاص. الضرر والخطر بيكون قبل الشهاده، لكن بعديها خلاص هو شهد. اللي هيجي يضره يقول لك اضره ليه بقى؟ ما خلاص شهد، فمش هيبقى فيه السبب اللي نضر علشان دي. حاجه من الحاجات اللي انا بتمنى من اخواتي المحترمين اللي كلهم على دماغي من فوق اصحاب المنصات ياخدوا بالهم منها، عدم الضغط على الشهود، عدم الضغط على الشهود، لان الضغط على الشاهد ممكن يعرضه للخطر، ولا انت ولا انا ولا اي حد يقبل ان في شاهد محترم يتعرض للخطر. انا عايز اعرض لكم جزء كده من فيديو اتكلم فيه محامي احد المتهمين، هعرضه لكم وارجع تسمعوه كده ونكمل الكلام مع بعض واحنا مع بعضينا.
عشان ده برضو فيديو من الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أحد المحامين اتكلم عن تم استضافته واتكلم عن المتهم بتاعه، يعني كان بيدافع عن المتهم بتاعه. هنشوف بس الدفاع اللي قاله عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. عايزكم تفهموا الدنيا ماشيه ازاي او هم عايزين يوصلوا لايه يعني. أقدم لكم أنا بقى الاستمرار فيها الحديث محفوظ وما حدث فيها من وقائع ومن أحداث، ونحن في نفس الوقت الدفاع الذي يجب أن يستخدم هذه هذا الحق في أنه يدافع عن المتهم بتاعه. يعني ده يعني ما هوش بين النيابة العامة يمكن تهمة الفاسد فيها القضية؟ أكيد يا فندم، أكيد النيابة العامة أكدت في أكثر من موضع على سقوط المجد عليه رحمة الله عليه، ومعنى هذا بمفهوم المخالفة أنه ليس هناك قتل. لما وجهت اتهامات، وجهت الاتهامات بالاحتجاز، بالبلطجة، باستعراض القوة، من مش عارف إيه، ولكن لم تستخدم القتل. وبالتالي النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة الجنائية، وهي التي لديها كل أوراق التحيات، وهي التي استمعت إلى الشهود، وهي التي رأت تحيات مباحث، وهي التي ناقشت طبيب شرعي، سواء أعلنت ورود التقرير. التي ناقشت طبيب شرعي، سواء اعلنت بورود التقرير او تعلن، ولكن في النهايه النيابه العامه لما تقول كلام، النيابه العامه مسؤوله عنه، ويبقى كلام دقيق جدا جدا جدا، ولا يمكن للنيابه العامه ان هي ما تقولش اتهام ما يكونش موجود، بل على العكس النيابه العامه من بكره من بدايه التحقيق بتوجه اتهامات كثيره جدا جدا الى ان تقتصر الاتهامات بتاعتها بعد التحقيقات الى تهم محدده. ولكن لا يمكن ان انا اجيب تهمه جديده ما كانتش موجوده من البدايه، لان النيابه العامه يا فندم هي المطلعه على كل حاجه. ما ينفعش اي حال من الاحوال الا ان هي تعلن اتهامها لشخص ما، لان دي حقيقه انها تتهم بكذا. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه من الجديد برضه، ان تقدمنا المكتب النائب العام، وتقدمنا للنائب العام بطلب الاطلاع، وتمكننا من تنفيذ القانون، وتمكننا من الاطلاع طبقا لتعليمات السيد معالي المستشار النائب العام. النهارده ازاي ان انا ابقى محروم من الاطلاع على قضيه ومطلوب مني ان انا ادافع عن المتهم؟ طب انا النهارده في تجديد الحبس هقول ايه دفاع عن المتهم وانا معيش ورق؟ تقولش حاجة، يبقى اما كما لو كنت خلوني انا جديد داخل الحبس. تجديد الحبس، وانا هذا المتهم سيتم حبسه. يعني هو اعلان عن حكم او قرار قبل ان يطلق تماما. النهارده ازاي هخش احضر قدام المحكمه وابدي دفاع وانا ما اعرفش حاجه عن الموضوع؟ الحاله الوحيده هنا ان دي حاله من حالات البطلان، يعني محكمه التجديد فيها بطلان في قرارها كمان، ويجب ان يخلى سبيل المتهمين ايا كان اتهامهم. انا النهارده لا ادافع عن المتهم، انا ادافع عن القانون وادافع عن الاجراءات. لما يجي النهارده الاحداث تبقى جاريه كلها على ان المتهم مهاب
موجود هو متهم اخر اسمه سيف موجودين في الشارع، وعدى فتره زمنيه عباره عن ساعه ونص من سقوط المجني عليه. انا مش جوه الاحداث، انا مش جوه مسرح الاحداث خالص سيف ومهاب ما شاركوش في الواقع ولا شارك؟ يا فندم. كانوا موجودين ده اللي لسه بقول لكم عليه. ابتدوا ينطوا من المركب واحد طوله الاخر، ادي اول حاجه هو قال لك ما كانوش موجودين. يعني في اتنين كده عايزين يطلعوهم من الليله بدايه كده. فدي البدايه اللي بقول لكم عليها ايه؟ معطيات بتؤدي الى نتائج. في خلافات حصلت بين المتهمين واهالي المتهمين، خدوا كل محامي على جنب قالوا له يا عم احنا عايزين نطلع اولادنا، لا لينا دعوه بالزوجة ولا دعوة بأبوها ولا دعوة بإخواتها، إحنا عايزين نطلع ولادنا قولا واحدا. بعد ساعة ونص، آخر نزول من البيت لمهاب كان ساعة ونص على السقوط. يعني أنا النهاردة خارج الحدث بساعة ونص، انتهت حتى المشادة الكلامية، حتى أي حاجة، انتهت المشادة والطلاق وما إلى ذلك والكلام كله انتهى تماما فوق، ونزل مهاب خلاص وطلبوا كلهم أكل وقعدوا كعيلة مع بعضهم، ومهاب غريب نزل وسابهم. ساعة ونص مرت على هذا التوقيت ومهاب مرة وتحريات المباحث. مهاب خجول يعني ما مش عايز يقعد ياكل، العيلة بتاكل مع بعضيها. هو مهاب حضرتك طلع يضرب بس معاهم ويعذب في الراجل معاهم، لكن ياكل معاهم لا. الخجل يعني هنا بقى، الخجل بقى هنا بقى ظهر الخجل بقى. يعني هو طلع عذب، طلع يعذب وطلع يضرب وطلع يهين وطلع وانتهك حرمة بيت بني آدم. لكن ساعة الأكل الأدب بقى الجم بقى، الأدب الجم جيت فخلاص الراجل يعني لا لا يا جماعه لا انا مش هقدر بقى يا جماعه، مش هقدر اكل معاكم يعني، انا ايدي متعصى دم وكده، اغسل ايدي وانزل، انا راجل محترم مش هرد عليك. مش هرد عليك. السلام عليكم لا ورحمة استنى الله بقى، انا وبركاته. رحنا فين؟ حتى أنا فضلت واقف ظهري حلو. خلاص أنا ماليش دور، سيب بقى ما طلعش أصلا فوق. وأصبحوا الاثنين واقفين قدام البيت. قدام بيت مين؟ لا ده قدام بيت مهاب. ما هو الاثنين قدام بعض. واخد بالك؟ فما أقدرش أقول له أنت واقف ليه؟ طبعا يعني حتى المجرى العادي للأمور لما تبقى كان في مشادة وسبت الناس ونزلت، بنبقى واقفين كده زي ده. احنا لو في فرح الناس بتقطع، لو في مستنيين حزن البوسته الناس لما طالعه بتقطع، من فوق. لو في اي حاجه صلاه الجمعه بيخرج الناس من فوق. يعني خروج النزول مهاب وقوفه في الشارع هو وسيف، ده مش ما هوش امر غير طبيعي، ده امر طبيعي جدا، بس الحدث كان انتهى بالنسبه لهم. ايه اللي حصل فوق؟ ايوه ربنا سبحانه وتعالى اعلى واعلم. يا راجل لكن النهارده برضو انا نزلت اؤكد مدرب السباق. يا راجل، ايه اللي حصل فوق؟ ربنا سبحانه وتعالى اعلم. ما طبعا ربنا عالم، عالم الغيوب طبعا، لكن ده مش غايب على فكره، ده في رساله من الام بتقول لبنتها وانت بتعذبيه صوريه وابعتيلي، يعني انت عايز ايه حضرتك؟ وفي رسائل استغاثه من الدكتور رحمه الله عليه وهو بيقول للناس انا بتعذب، جايبين لي بلطجيه بيضربوني. ما هو الغيب لا يعلمه الا الله، بس ده مش غيب، ده واقع ملموس على ارض الواقع، ده واقع ملموس مش غيب يا سيادة المحامي المحترم. هي رسالة الأم دي غيب مش غيب يا حبيبي، دي رسالة مكتوبة صوريه عذبيه على لعيبة البص وبعتيلي عشان أفرق بصحابي. في إيه يا أستاذنا؟ غيب إيه بس؟ نكمل. لما طلع هو والبواب وخبطوا على الباب اثناء تواجد الاب والاخوات والزوجه ورحمه الله عليه والصيدلي، تمام دخل. اه صحيح خدوا بالك، قال خدوا بالك، أثناء تواجد الأب والإخوات والزوجة. بصوا بصوا ركزوا، الأب الكلام ده مهم جدا. أثناء تواجد إيه؟ بصوا ذكر مين؟ الأب والإخوات والزوجة. يعني من الآخر كده الصحاب والأصدقاء دول يا باشا إحنا مالناش دعوة، إحنا غازلين إيدينا من الليلة دي.
الثلاثه التانيين دول ما لهمش دعوه يا باشا، هم اخواتها وهي وابوها، احنا عيالنا ما عملوش حاجه. وده اللي كنت لسه بقول لكم عليه، معطيات بتؤدي لنتائج ومركب كل واحد عايز ينط منها، وده من ايه؟ من الضغط الاعلامي الناتج عنكم انتم، عن دعمكم انتم ومساندتكم انتم من المنصات. هو ده اللي بيخلي فيه ضغط اعلامي ويخلي الدنيا يحصل معاهم كده. كل ما نضغط عليهم اكتر، كل ما يتوتروا اكتر، وكل ما يعترفوا على بعض اكتر، لدرجه ان انت ممكن تفاجأ بكره او بعده ان في حد طالع بيعترف، يا جماعه انا اعترف على كل حاجه، ويقول لك الحياه واللي حصل فوق بالحرف الواحد والايام بيننا. استاذ امير سالم يا حبيبي، منور الدنيا يا امير، منور الدنيا. والد المجد، والد زوجة المجد عليه، قال ان هو حاول يمنعه من الخش، وقال زقيت بايدي وبعدين زقيت برجلي وفتحت الباب ودخلت غصب عنه. بس قال حاجه غريبه تانية، يعني في صالح المتهمين بقى، انا ماليش دعوه بيها. قال انا لقيت ان الدكتور واقف على العمود كده والناس قاعده ومفيش اي حد. وقام واحد قال لي يا بيه احنا اسفين، يعني الدكتور واقف عند عمود كده، عند عمود واقف على جنب كده، وهم قالوا لك مفيش اي حاجه. انت شايف ان ده منطق يعني؟ يعني لو الدكتور واقف هنا وباب الشقه كده، وانت شايف الدكتور كده، وانا واقف هنا في الركن هنا وماسك مسدس وعامل له كده، هيعمل ايه الدكتور حضرتك يعني؟ هيعمل ايه؟ ما هيتن واقف، ما طبيعي جدا. ايه المشكله ان كل واحد حقنه زي الحقن اللي بياخدوها، اللي هي بتخدر العقل مثلا، والجسم يبقى ثابت لكن العقل كده مش معانا. حاجات كتير حضرتك ممكن تخليه واقف بنفس الطريقه دي على فكره، والله كتير جدا يعني، عادي جدا. ماسك مسدس انا عامل له كده، ده بيبقى في الشارع، ولو حد عامل له مسدس كده في جنبه واقف في الشارع مش في شقه، ما بيقدرش يتكلم، يكون بيتسرق وما يقدرش يتكلم. في الاتوبيس زمان حضرتك كان بيطلع بالمطوه، والله يجوا في جنب البني ادم كده يعملوا بالمطوه كده ويطلع اللي في جيبه في الاتوبيس، الاتوبيس اللي بقى كده مطوه في جيبه ويطلع اللي في ايده ويديه له كل اللي في جيبه وياخد بعضه الحرام ينزل ينط الاتوبيس. يعني مش دليل يا فندم ان هو عشان واقف تبقى دي في صالح المتهمين حضرتك، ده بالعكس، ده دي تبين ان في حاجه مش طبيعيه. منين الدكتور ولا كان بيستغيث، ومنين المتهم، ومنين واقف عادي، منين؟ ازاي يعني بالعقل والمنطق؟ في هنا تعارض سيادتك اعتقد يعني. موضوع عالي. ماشي. حتى انا فضلت واقف واقول خير يا دكتور ولاء، هو كده بيتكلم على كابتن مصطفى. وبص الناحيه الثانيه وانا حتى بصيت. هو كده بيتكلم على الكابتن مصطفى اللي شهد ان هو دخل وشاف، بيقول لك ان هو لما دخل وقال له خير يا استاذ ولاء يا دكتور ولاء، فولا كلمني ولا بص لي. طب بالله عليك ده منطق؟ بالله عليك انت شايف ان ده منطق؟ يعني لما تربط رساله الام انه بيتعذب، وتربط استغاثاته، وواحد يدخل له من العماره وواقف له ويقول له خير يا دكتور ولاء، فيودي وشه الناحيه الثانيه، انت شايف ان ده طبيعي؟ يعني هو الاصول ايه بقى؟ لما حد يخبط على الباب مين اللي يفتح؟ الاصول يعني مش صاحب البيت؟ يعني كان هو المفروض اصلا اللي يفتح الباب، طب تبرر بايه ان هو ما فتحش الباب؟ طب تبرر بايه ان هو لما سلم عليه ما ردش عليه وودى وشه الناحيه الثانيه؟ عشان حضرتك في حد عامل له كده. منطق عقل في يا جماعه؟ ما هي باينه زي الشمس. ده يعني انت بتدين يعني انت بتدينهم اصلا لما تقول ان هو قال له في ايه يا دكتور ولاء وده وشه الناحيه الثانيه، ده معناه ان الراجل متهدد، الراجل تحت التهديد، مش معناه ان الراجل طبيعي زي ما حضرتك عايز تفسر ده لصالح المتهمين. خير يا دكتور ولاء؟ دكتور ولاء اساسا دخلني وبص الناحيه الثانيه ولا حتى بصيت. بس اللي بيأكد ان شوف ده شيء الكلام طبيعي برضه اللي هو نفسه شاهد بيقول ايه؟ بيقول بس هو انا ما اتعاملتش معاه ولا مره. فهو يعني انا ما مخصمه بقى، غلطتش. مخصمه او مخصمه. يعني انا مش عايز فضايح قدام الجيران. انا في مشكله بيني وبين مراتي واهلها موجودين.
هو مش عايز فضايح فعلا، بأمرت انه بعت استغاثه لجروب العماره، وبعت استغاثه للبواب، وبعت استغاثه لكل اهله. فعلا فعلا حضرتك بتتكلم كلام مظبوط، هو مش عايز فضايح فعلا، عشان كده ما رضيش يرد عليه، لكن بعت استغاثه على جروب العماره، الحقوني جايبين لي بلطجيه، وعشان كده الكابتن مصطفى والبواب طلعوا له، فهو عشان مش عايز فضايح. ده تبريرات سيادتك يعني، بجد بجد تبريرات يعني، مش عايز اقول لك يعني، والله العظيم مش عايز اقول كلام عشان الناس المحترمه اللي معانا يعني. بص بيبرر الموضوع ازاي؟ قال هو الدكتور انا ما ردش، مش عايز فضايح. يا سلام يا سلام، يعني ما يعرفكش، يعني انا مش عايز فضايح قدام الجيران، انا في مشكله بيني وبين مراتي فضايح على الواتس بس، وبقالها موجودين، على الواتس بس فبصيت الناحيه التانيه وتجاهلتك. يا عين يا جمال. يعني لما يكون الوضع ده، طيب انت شايف بتذل؟ انا واثق ان السيد المحامي المحترم هو نفسه مش مقتنع باللي بيقوله والله، يعني لا من شيمنا ولا من اخلاقنا، ولا لا من شيمنا كعرب، ولا من اخلاقنا كمسلمين او كمسيحيين، ولا من عاداتنا، ولا من تقاليدنا، ولا من ديننا، ولا من اعرافنا، ولا من تقاليدنا، ان حد يجي لنا بيتنا ونتجاهله. يا راجل يا راجل، بالله عليك انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ يعني انت بتفسرها لصالح المتهمين ازاي؟ ازاي؟ ازاي بتفسر دي لصالح المتهمين؟ ازاي؟ والله لا عرف ولا تقاليد ولا اي حاجه تقول الكلام ده. ده انا لو واحد يهودي داخل لي بيتي هرحب بيه يا راجل، تقول لي تجاهله عشان مش عارف اول مره يشوفه؟ امال بقى انت استغاثات على جروب العماره ليه؟ انا في مشكله بيني وبين مراتي واهلها موجودين، فبصيت الناحيه التانيه وتجاهلتك. عبد الوضاح من ورا الدنيا يا راجل، يعني في بيته وتجاهله؟ بهذا الشكل يبقى فين العنف؟ ما فيش عنف يا اخي، اتفضل. القصه اللي تم تصويرها دكتور وراء بعد استغاثات قول قول له النبي. في ناس طلعت عشان تشوف فيه بالظبط، وفي كمان يعني رساله لاخته ووالدته. والله يا هو الرسائل بتاع الدكتور ولاء هي لصالح المتهمين برضو وليس لصالح الدكتور ولاء رحمه الله عليه. يا ليه حبيبي. بقى؟ اولا الدكتور ولاء عمل رسائل نصيه مختلفه الانماط، كل رساله بنص مختلف بكلمات مختلفه لشخص مختلف. يعني انا كشخص طبيعي جدا اقول يا الراجل ده كان رايق للدرجه دي، عمال بيبعت كل رسالة لكل واحد بشكل مختلف، إيه الروقان اللي فيه ده؟ لا يا باشا، مش لا لا أخلاقي، ثواني بقى يا جماعه، عليه عشان ليه ضغط، كده؟ دي مش نقطه مهمه أخلاقي. فعلا. لا يا فندم، هو بعت الرسائل دي لما لقى الغدر منهم. عبد الوضاح من ورا الدنيا يا عبد، بعت الرسائل دي لما لقى منهم غدر، ولقى في بلطجيه طالعين ولهجه الكلام مش حلوه، فابتدى يبعت الرسائل قبل ما يبتدوا بقى يعذبوا ويعملوا. يعني بعت الرسائل يا جماعه، هم الاول طلعوا وهتمضي على كذا وطلق مراتك بالحسنى كده الاول، فلما هو رفض ابتدى بقى الايه؟ الاجرام. هو اول لما ابتدوا يعملوا معاه كده في البدايه حس بالغدر، ما هو انا في ناس جايه لي بيتي وغير مرغوب فيها انها تيجي بيتي، واللهجه بتاعت مراته حاده ولهجه ابوها حاده، فالراجل بعت الرسائل قبل ما ياخدوا مني التليفون وقبل ما يبتدوا الاعتداء عليه. ركز يا فندم بالله عليك، ما تحاولش تقلب الحقائق لو سمحت. اسمعوا يا جماعه اسمعوا. بكلمات مختلفة لشخص مختلف. يعني أنا كشخص طبيعي جدا أقول يا الراجل ده كان رايق للدرجة دي، عمال بيبعت كل رسالة لكل واحد بشكل مختلف، إيه الروقان اللي فيه ده؟ مش عارف. مش معناه إن هو عليه ضغط، مش معناه إن هو تحت تهديد، مش معناه ان هو عنده مشكله، والا كان كتب الحقوني وبعتها لكل الدنيا ما كتب بجوز موبايل. ليه عارف بقى عامل المعلومه دي مجموعة ولا ايه؟ 20 30 واحد في يا ثانيه. راجل ده لما اكون عامل مجموعة يا دكتور بس. وبعدين في برضه معلش يعني وجهه نظر ثانيه، هو انا النهارده انا ضاغط عليك ومحتجزك وبمارس البلطجه عليك ومديك تليفون
تقعد تكتب فيه في رسائل. احنا قلنا مش بقى، منطقي برضه يا جماعه. ما احنا قلنا بقى. الله زوجته الثاني. والله بص اقول لك حاجه، بص اقول على حاجه، احنا ياما ياما شفنا الزوج اللي لما بيتجوز الثانيه ويتقفش، معلش انا اسف في اللفظ، يعني اول حاجه عايزه ايه؟ طلعها، طلقتها، هات خد، معلش يعني امضي امضي، مع ان الزوجه الثانيه دي ربنا احذف سبحانه وتعالى، احذف. وربنا سبحانه وتعالى امر به، واخد بالك، للزوج اذا رغب في هذا ويتجوز مش واحده ولا اتنين اربعه، ومع ذلك احنا عندنا الخشيه من الزوجه الاولى بسبب الزواج من الثانيه، ده موجود في نفوس الرجاله المصريه كلها، مش مرعوبين جديده بنترعب. ومش جديده ابدا، لا هي محتاجه تهديد بسلاح، والا كنت استغثت بجاري اللي طلع، ولا استغثت بالبواب اللي لقيته، اتنين جار وبواب دخلوا عليا وانا اساسا محبوس ومكبوت هو ما حدش قال لحضرتك ان هو استغاث بالعماره كلها على الجروب ولا ايه؟ يعني هو حضرتك بتقول ان كان استغاث بالبواب واستغاث بجار، ما قلت لك حد واقف عامل له كده مسدس، لو اتكلمت هضربك بالنار، سهله جدا، مش محتاجه يعني. وبعدين هو حضرتك ما عندكش علم ان هو استغاث بالجروب العماره كله؟ يعني ما فيش علم نما لحضرتك كده يعني يا فندم؟ يا سيادة المستشار المحترم، حدش قال لك انه استغاث بالعمارة كلها؟ طب رسالة مامتها حضرتك ايه رأيك فيها؟ هنشوف يمكن الراجل المحاور الجدع ده قال له عليه. لا كنت استغثت بجاري اللي طلع، ولا استغثت بالبواب اللي استغاث لقيته، بالجروب اتنين كله. جار وبواب دخلوا عليا وانا اساسا محبوس ومكبوت ومضروب، يا نهار ابيض، ده انا اقل حاجه اعملها هدور الضرب في العديد، هتنفخ، يا ده راجل طبيعي، يا راجل، لكن يطلعوا ويخشوا في حاجه يا دكتور ولاء، يبص الناحيه الثانيه شوف انت بقى. والناس قاعدين، شوف انت بقى. يعني دكتور ولاء ما تعرضش ليه ضغط؟ والله بص اقول لحضرتك حاجه، حتى لو كان قيل ان الدكتور ولاء اتعرض لضغط، كل الشهاده بتاعت طبيب المدرب شايف السباحه والشهاده بتاعت البواب بتدل، وارساله للرسائل تدل ان الدكتور ولاء رحمه الله عليه كان في حريه تامه اثناء تواجده في الشقه، وحتى لو حصل سيجار او زعيق او صوت او ما الى ذلك، وهي عاده البيوت المصريه دائما وابدا يحصل شجار ما بين الزوجتين، لا الزوج لا والزوجه لا وبس، ويعني معلش مع احترامي معروف دائما وابدا الزواج على الزوجه الاولى ده بيخلي الزوجه تيجي بتفرتك، الجزء، خلي الزوجه تجيب عادي عليها جدا وبلطجيه جدا ان الجزء. هم يتشاجروا، وعادي جدا جدا يعلوا صوتهم، وعادي جدا جدا ان هم يزعقوا، لكن هم وعادي جدا جدا يرمون فوق. الله ينور، التصوير حتى في الناس مش مصدقين، يعني الناس دايما تقول ايه؟ يا للدرجه دي هو احنا وصلنا؟ طب والنبي انا عايزك تقول لي ناس مين اللي مش مصدقه؟ يا اخي بالله عليك يا مؤمن، شاور لي على الناس اللي مش مصدقه. تسمعوا كده المحامي السيد الفاضل المستشار المحترم، وبقول لك حتى التصور الناس مش مصدقه. انا نفسي تشاور لي على الناس اللي مش مصدقه، يعني هات لي كده قول لي الناس دي مش مصدقه. ده تقريبا انت بس والكم محامي اللي معاكم والمتهمين واللي مش عايزين، اللي مش مصدقين او مصدقين وعاملين مش مصدقين. يعني بجد كلام غريب جدا يعني. عارف انت بيتكلم وكانه ادماع. حبيبي اسلام، حبيبي منور الدنيا يا مستر ترند يا عسل. يعني انا عايز اقول لكم، يعني شاورني قول لي مين. اسلام مثلا مش مصدق، عبد الوضاح مش مصدقه، فل وعبد الله مش مصدقين، قول لي بس يعني شاورني كده. الراجل بيتكلم وكانه راجل محترم طبعا، الراجل بيتكلم وكانه اجماع، وكانه عارف انت الناس مش مصدقه التصور، وكان ده اجماع فعلا ان الناس مش مصدقه. الناس مش مصدقه، انتوا مصدقين؟ ناس بيجي ناس، شوفوا كده اسالوا قول لهم مصدقين ان الدكتور ولا يترمى ولا لا؟ اتعذب ولا لا؟ يقول لك الناس التصور مش مصدق، حاسسك ان اجماع.
الدنيا دي كلها مش مصدقه فعلا، واحنا مغيبين، احنا في عالم تاني، احنا اللي في عالم موازي. بيخلي الزوجة بتفرقع زي الفول، فولة. اه فعادي ماشي. جدا جدا انهم هم يتشاجروا، وعادي جدا جدا يعلوا صوته، وعادي جدا جدا انهم يزعقوا. لكن التصوير الجريمة ده الموضوع اللي هو التصوير حتى فيه الناس مش مصدقاه، يعني الناس دايما تقول ايه؟ يا للدرجة دي؟ هو احنا وصلنا في المجتمع ليه كده؟ لا احنا ما وصلناش لكده. طب حضرتك الدكتور ولاء، محدش ضغط عليك، معرضش الضغوطات في الشقة، محدش رماه، ليه هيتعب؟ بص اقول لك حاجه، اولا يعني يعني واحد بكامل قواه العقلية، لا 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 ما يعني راجل دكتور مش واحد يعني عادي من الشارع هيرمي نفسه بالطريقة دي. بص يا فاضل، اولا في دائما كده يعني هقول مثل صغير كده، احنا ساعات بنبقى ماشيين على طريق ونشوف حادثه عربيه، نبقى واقفين هنتجنن، الحادثه دي حصلت ازاي؟ العربية دي طلعت على سور ازاي؟ العربية دي اتشقلبت كده ازاي؟ العربية دي اتخبطت منين؟ دي معجونة من قدام ومن ورا، فبنستغرب قوي. في حاجات قدرية الله تعالى أعلم بيها. إحنا الشيء المتيقن عندنا الأحداث اللي قدامنا. أنا وأن هناك في النفس البشرية الأمر ما. أنا خفت بشدة، أنا زعلت بشدة، أنا اتضايقت بشدة، أنا غلطت، انا ممكن كنت أنا بحاول ان انا اتعذبت مثلا بشدة. اهرب، انا او بحاول ان انا اخرج من شرفة الباب البلكونة اللي جنبي، او حاولت اعمل كذا او كذا، او حاولت اهددهم ان انا هرمي نفسي فاروح واقع. اه زي ما هم ما قالوا. حدش محترم ليه، ما حدش يتيقن ان الحدث حصل ازاي الا الله سبحانه وتعالى. احنا كلنا عباد الله، نتفكر نتدبر، احنا يعني نحتمل الامور، ولكن ان نقطع بمبرر لحدث ما صعب قوي، يعني دي شيء مستحيل. اولا لو في موسيقى تصويرية المناقشه كنت شغلت لك بيني الموسيقى وبين اللي بتاعت الواد عمر بتاع الإمام بتاعت النادي الدكتور، الأيام ده، أو الشيخ ومكانه الشعراوي. آه والله. وساب المكان امتى وعدى وقت قد التقوى ايه، ها هنا. دي كلها دلالات بتقول التقوى ها ان هنا. المعاد خارج الحدث آه يا عم وخارج الحاج. مسرح الاحداث مهما كانت الاحداث دي حصلت ايه. فانا ما اقدرش كانسان عشان عملي القانوني خلاني ما اتكلمش في حاجه الا ما اكون متيقن منها، فما ينفعش اقول يعني طب هو عمل ايه؟ طب هو راح نط ولا جري ولا عمل ايه؟ ولا قال له بقول لكم ايه، اخرجوا بره بقى، يا اما هرمي نفسي فرحت واقع. انا ما اقدرش اه ما تقدرش تتيقن حضرتك من كل ده، لكن تقدر تتيقن من ايه بقى؟ او تقدر تتجاهل الرسائل الاستغاثه اللي بعتها. هات يا لوك، هات الشاي ده هنا يا سلمى، شكرا. تقدر حضرتك تتجاهل الرسائل الاستغاثه اللي بعتها. تقدر تتجاهل كده وتطنش رساله الام وهي بتقول لها صوريه لي، وتصوره لي وانت بتعذبيه، بتعذبيه، واخد بالك انت من الكلام؟ تقدر تتجاهل ان الجار لما طلع وبص وشافه عمل وشه كده، يعني معناها ان هو متهدد. تقدر تتجاهل ان بعد جاره ما نزل الكابتن مصطفى قال لزوجته خدي بالك وخلي ودنك مع الشقه دي عشان حاسس ان في مصيبه بتحصل فيها، وبالفعل بعد ما نزل زوجته اتصلت بيه وقالت له على فكره انا سامعه الدكتور ولاء بينضرب بالاقلام، وزوجته بتقول له مخبي الفلوس فين. تقدر تتجاهل كل ده حضرتك؟ تقدر تتجاهل تواجد اشخاص غير مرغوب فيهم في شقه انسان هو ما طلعهمش ولا فتح لهم شقته ولا لهم ادخلوا شقتي، يعني بلطجيه دخلوا شقه واحد او اقتحموا شقته عنوه، كل ده حضرتك ممكن تتجاهله وتطنشه وتعمل نفسك مش واخد بالك منه، لكن الله اعلم بما حدث داخل الشقه، ممكن يكون طلع على الشرفه، ممكن يكون نط من البلكونه، اصل هو كده لوحده كده قام غير هدومه، غير اللبس الرياضي اللي كان لابسه زي ما الكابتن مصطفى قال، كان لابس تيشيرت وبنطلون شروال لبس رياضي، قام غير هدومه وبقى بكامل اناقته، وهوب راح قام ناطط من الشرفه علشان يقابل ربنا كده وهو بكامل وجاهته كده. تصدق بالله انا زعلان عليك بجد، والله والله مش زعلان منك، زعلان عليك. في فرق بين زعلان منك وزعلان عليك.
في فرق، انت محامي ممكن تفهمه او اي حد لغه عربيه ممكن يفهمه. زعلان منك غير زعلان عليك. نكمل. طب هو بس انا عايز ارجع الحته دي عشان عجباني، بس عايز اشغل معاهم موسيقى الشيخ الشعراوي والله، عايز اشغل معاهم موسيقى الشيخ الشعراوي. بيخلي الزوجه بتفرقع زي الفل، اه انا فعادي جدا جدا ان هم يتشاجروا، وعادي جدا جدا يعلوا صوته، وعادي جدا جدا ان هم يزعقوا. لكن لو تصل لجريمه، ده الموضوع اللي هو التصوير حتى فيه الناس مش مصدقاه. اه انا مش احنا مش مصدق، مصدقين انا مش مصدق، يا للدرجه دي. الناس دي مش هو مصدقه. احنا وصلنا في المجتمع ليه كده؟ لا احنا ما وصلناش لكده. حضرتك الدكتور مريم، محدش ضغط عليك، معرفش الضغوطات في الشقه، محدش رماه، ليه هيتبعت؟ بص اقول لك حاجه، اولا يعني يعني واحد بكامل قواه العقليه، اه لا 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 ما هو يعني راجل دكتور، مش واحد يعني عادي من الشارع هيرمي نفسه بالطريقه دي. بص يا فاضل، اولا في دايما كده يعني هقول مثل صغير كده، احنا ساعات بنبقى ماشيين على طريق ونشوف حادثه عربيه نبقى واقفين هنتجنن، الحادثه دي حصلت ازاي؟ العربيه دي طلعت على السور ازاي؟ العربيه دي اشتعلمت كده ازاي؟ العربيه دي اتخبطت منين؟ دي معجونه من قدام ومن ورا، فبنستغرب قوي. في حاجات قدريه الله تعالى اعلم بيها. احنا الشيء المتيقن عندنا الاحداث اللي قدامنا. فين انا المناديل؟ راحت اعلم فين المناديل؟ هناك في النفس البشريه الامر حتى الباهي. المناديل انا مش عرفت عاجبها، بشده، المناديل واحد. انا زعلت بشده، انا اتضايقت بشده، المناديل راحت انا فين؟ غلطت. انا ممكن كنت بحاول ان انا مثلا اهرب، انا او بحاول ان انا اخرج من شرفه الباب البلكونه اللي جنبي، او حاولت اعمل كذا او كذا، او حاولت لوحدي كده. ان اه انا هرمي نفسي فاروح واقع. يعني معلش مع احترامي ليك، محدش يتيقن ان الحدث حصل ازاي الا الله سبحانه وتعالى. احنا كلنا عباد الله. طب خلاص بقى يا دكتور، انت حاسس ان انا قاعد في الجامع، خلاص صلى على النبي كده. طب انا همشي معاك زي ما انت بتقول زي الفل كده. اذا هو كان بيتعرض للتعذيب اللي انت نفيته من شويه، يعني اذا هو لما واحد يحاول يهرب من الشرفه، طب هو ما هربش ليه؟ ها لما هو انت زي ما بتقول ما هربش ليه لما لما الكابتن مصطفى فتح الباب؟ انت من شويه قلت ما كانش فيه تعذيب، ما كانش فيه اي حاجه، وكان واقف وحتى جاره لما سلم عليه وكان الموضوع انتهى وما فيش اي حاجه. طب انت لسه نايم بنفسك. يعني بص انا همشي معاك، يعني هاخدك كده واحده واحده. حضرتك لسه قايل بنفسك ان هو لما الكابتن مصطفى جه وهو البواب كان هو واقف عادي جدا وكان الموضوع انتهى والامر طبيعي وما فيش اي حاجه، وبعتوا جابوا اكل وكانوا. طب ايه اللي هيخليه بقى يهدد ان يرمي نفسه؟ مش كان الموضوع انتهى زي ما انت بتقول؟ انا هاخد من كلامك اهو، سيب، انا مجنون، انا هعتبر الكلام حضرتك كله صح. انت كده كلامك صح، هاخد بقى من كلامك اللي هو كله متناقض وانت عارف انه متناقض، لكن ماشي انا همشي معاك واحده واحده. حضرتك دلوقتي قلت ما كانش فيه تعذيب والله اعلم بيه والحكايه والروايه، لكن لما الكابتن جه دخل هو كان واقف. ما هو لو بيتعذب كان استنجد بالكابتن مصطفى واستنجد بالبواب. ماشي يا عم خلاص، ما كانش فيه تعذيب يعني كان تمام. اه والموضوع كان انتهى وكانت الموضوع اتحل، زوجه بقى اتجوز عليها زعقت وزعق، لكن خلاص الموضوع انتهى واتحل وبعتوا جابوا اكل وقعدوا ياكلوا. ده كلام مين؟ كلامي كلامك على عيني وراسي. ايه بقى اللي يخليه يروح للشرطة ويهدد انه يرمي نفسه؟ ها جاوب. ما هو يا اما تصالحه وما بقاش في حاجه فالراجل قاعد كان معاهم عادي جدا ومفيش حاجه، يا اما كان في تعذيب وكان في تهديد بمسدس لو اتحركت ساعه لما الكابتن مصطفى جه، عشان كده ودى وشه الناحيه الثانيه. ها وفي النهايه مات من التعذيب ورموه، يا اما رموه حتى وهو صاحي برضه مش مشكله. قول لي قول لي اعمل لك ايه؟ قول لي.
قول لي عمل لك ايه قلب اللي انت ناسيه على راي حلم؟ قول لي يا سيدي، قول لي بالله عليك، انت مقتنع؟ انت مقتنع؟ حضرتك يا فندم مقتنع بالكلام اللي بتقوله؟ في تعذيب يبقى قتلوه، ما فيش تعذيب رمى نفسه ليه؟ وقع منيش، طلع هدد على الشرطه ليه؟ ما هو يطلع يهدد على الشرطه يعني في تعذيب، طلع على الشرطه اذا في ناس بتعذبه. طب ما طلعش على الشرطه رموه. كلامك متناقض يا فندم، حتى دفاعك متناقض. يعني انا خدت من كلامك اهو، انا اهو والله خدت من كلام حضرتك، مش هكدبك، انت راجل كده كده، كل اللي قلته صح. هو طلع على الشرطه زي ما انت بتقول، ومن شويه كانوا اتصالحوا ومفيش حاجه، والكابتن مصطفى لما جه لقاهم متصالحين وتمام التمام والدنيا زي الفل، عشان كده هو اداله وش بص كده وما رضيش يكلمه او يستغيث بيه، لانهم اتصالحوا خلاص والموضوع اتحل، وبعتهم جابوا اكل وكلوا. على كلامك اهو انتحر لي بقى، ده على كلامك. طب طلع على الشرفه بقى زي ما انت قلت، طلع هو هدد انه يطلع على الشرفه، ينط من الشرفه دي للشرفه اللي جنبيه، يعني البلكونه اللي جنبيه، او طلع هددهم ان هو يطلع على الشرفه. طب يطلع على الشرفه ليه يا عم؟ مش اتصالحوا وجابوا اكل دليفري، طلع حط لهم الاكل وقعدوا كلهم وانبسطوا مع بعض بأمارة ان الموكل بتاعك اللي هو يعني اتكسف يا عيني يقعد ياكل معاهم فسابهم ونزل. ايه اللي طلعه بقى على الشرطه؟ يطلع ليه يا سيدي؟ ما خلاص اتصالحوا. انتظروا الاجابه في فيديوهات قادمه من سيادتك يا فندم. تعال نكمل كم اصلا بتقهر. احنا يعني نحترم الامور، ولكن ان نقطع بمبرر لحدث ما صعب قوي، يعني دي شيء مستحيل. اولا المناقشه اللي بيني وبين مهاب عن وجوده ومكانه وساب المكان امتى وعدى وقت قد ايه، دي كلها دلالات بتقول ان مهاب خارج الحدث وخارج مسرح الاحداث مهما كانت الاحداث دي حصلت ايه. فانا ما اقدرش كانسان عشان عملي القانوني خلاني ما اتكلمش في حاجه الا ما اكون متيقن منها، فما ينفعش اقول يعني طب هو عمل ايه؟ طب هو راح نط ولا جري ولا عمل ايه؟ ولا قال لهم اوعوا، بقول لكم ايه، خرجوا بره بقى، يا اما ارمي نفسي فرحت واقع. انا ما اقدرش اتيقن هل حد رماه؟ والله الله تعالى اعلم اعلم. لكن انا يقيني بالمتهم بتاعي والمتهم سيف ان هؤلاء الاشخاص الاثنين دول ما كانوش في مسرح الاحداث، نطوا من المركب او سقوط ايا كان، الله تعالى اعلم بيه. ولكن انا بقول ايه؟ اسفل العماره، ما اسفل العماره ده الشارع بيت مهاب. انا قدام بيتي. هل هم ما اتحركوش وما حاولوش ينقذوه يقولوا المستشفى بعيد؟ لا لا لا، يا فندم رد الفعل بتاع اي انسان قدام حدث ما بيختلف من شخصيه انسان لانسان، ولا يمكن ان انا اخد رد الفعل تاسيس على او دليل على ان هو ده مرتكب لجريمه ما. ما ينفعش اقول طب كده مهاب مشترك عشان ما انقذوش. مين اللي قال كده؟ انت واخد بالك؟ انا رد فعلي جه كده، انا رد فعلي بلمت، انا رد فعلي زي ما بيقولوا نزل عليه اسم الله عليه كده الاثنين. المشكله مع بعض، المشكله ما الاثنين كام؟ الاثنين كام سنه؟ لان دول طلبه محترمين اولاد ناس، دول معوش عيال من الشارع ولا بلطجيه لا ولا بلطجية. شركه ولا في الشارع. ثواني، لا لا، اهدى بقى اهدى بقى. لا بلطجية حسب بيان النائب العام اللي قال فرض السيطرة، ومين اللي واستعراض قوة فرض السيطرة، بيان النائب العام اللي قال حضرتك، ما تقولش مش بلطجية لو سمحت. بيان النائب العام قال إن المتهمين فرضوا السيطرة، استعرضوا القوة وفرضوا السيطرة، وناس اقتحمت بيت شخص آمن في بيته وعلى اهله، اقتحموه عنوه، دول يبقوا ايه ان شاء الله؟ ملائكه الرحمه؟
لا بلطجية. مش حضرتك راجل القانون؟ قول لي يعني ايه استعراض قوة فرض السيطرة في القانون؟ مش ده بيان النائب العام؟ ولا ده بيان انا؟ بيان النائب العام الفرض السيطرة واستعراض قوة، ده ايه حضرتك؟ بلطجة. عام شقة انسان عنوة. ممكن اسألك كمحامي ايه سبب تواجد المتهم بتاعك والاثنين التانيين اللي هم زملاته او زملاته، ايه سبب، ايه دورهم شرعا وقانونا ودينا وكل حاجه عرفا، ايه تواجدهم، ايه من امتى، من امتى اصحاب اخوات الزوجه بيجوا يصطحوا من الزوج والزوج، من امتى، من انت المشاكل العائليه اللي زي دي بنجيب بيها اصحاب الصحاب، من امتى حضرتك الكلام ده بيحصل؟ جالنا طلع علينا امتى الكلام ده؟ انا عايز افهم بس قانونا حضرتك زي ما بتقول نتكلم بالقانون، النائب العام قال فرض سيطره واستعراض قوه، اذا بلطجه، اقتحام منزل بدون اذن صاحبه بلطجه، ده ناهيك عن التعذيب بقى والاهانه والبلطجه اللي حصلت جوه، ده انا بقول لك الاقتحام بس، انا اعتبر ده الباب بتاعي مقفول وحد جه زقه برجله كده فتحه عليا، دي ايه حضرتك؟ بلطجه دي ولا ايه بالظبط؟ معلش انا حبيت بس اوضح لك النقطه دي عشان واضح انها غايبه عنك، فما تقوليش دول طلبه ودول ولاد ناس، مع كلنا ولاد ناس والله، والمصحف كلنا ولاد ناس، مش ولاد قرود ولا ولاد حيوانات، كلنا ولاد ناس وكلنا ولاد تسعه، حتى ابن سبعه بيحطوه في حضانه لغايه ما يبقى ابن تسعه، ده ايه النقطه دي يا رب؟ كمل كمل معاك معاك. اولاد ناس دول ما هوش عيال من الشارع ولا يا بلطجيه ريتهم من بيشيلوا الشارع. سنج ولا بيشيلوا مطاوية ولا بيشيلوا بتاع، بيشيلوا بلدين ربنا المؤمن على كده اولاد من ناس دول الخامس حضرتك. في حياتهم يشوف حد بيقع ولا حد بيموت قدامه ولا حتى مصاب قطعت حاجه قلبي كده يا شباب، مش عايز اقول لك فرافير يعني، هم قطعت شباب قلبي. كده ومحترمين وكل حاجه، بس اولاد ناس ما لهمش في انه يشوف الدم يبقى عادي، انه واحد انا عايز افهم هو ايه تقييم ولاد الناس عندك، يعني مش فاهم ايه تقييم ولاد الناس عندك، ان ابوه غني شويه ولا ابوه ليه سلطه يعني ولا ايه، يعني هو ابن الناس عندك ايه تقييمه، يعني ايه العنصريه اللي انت بتتكلم بيها دي، ايه ولاد ناس، ولاد ما كلنا ولاد ناس يا عم، قول متربيين ما تقوليش ولاد ناس، قول متربيين، لكن كلنا ولاد ناس وحياه ربنا، دي عنصريه مقيته بصراحه يعني. ولاد ناس ما يقتحموش البيوت بالعنوة عنوة. ولاد ناس ما يدخلوش بيوت من غير ما يستأذنوا. حاجة كده يا شباب، مش عايز أقول لك فرافير يعني، هم شباب رجالة ومحترمين وكل حاجة، بس ولاد ناس ما ولاد لهمش ناس في إنه تشوف الدم يبقى عادي، مش ولاد إنه واحد كلب. يبقى عادي. الجرأة في المساعدة دي جرأة، إنك أنت تقدم على مساعدة مصاب، ده انت قلبك حلو. فالنهارده معلش مع احترامي للجميع، ما اقدرش ان انا اقول لاولاد الزولاد انت معنى ان انت ما جريتش وشلته ووديته فانت راجل مش كويس، يعني ده موضوع مش مظبوط. ايه موضوع الساعه اللي كانت فيه دي الدكتور وائل؟ ماله الساعه؟ ايه الساعه؟ في ناس بتقول ان هو كان بيسال الساعه مش التليفون. يا باشا بيبقى معاه من اي حته، هو ساعه يقعد يكتب عليها. يعني الساعة ممكن يعمل سنة بس هيكتب الرسالة نصية، فين الكيبورد على الساعة يعني؟ الساعة فيها كيبورد؟ حكاية ناس بتتكلم حاجات كتير يا باشا، السوشيال ميديا للأسف بتدي خيال واسع وخصب. والله لعيب السوشيال ميديا مين دي فظيعة، اللي معلش يعني بتكشف الناس مكان البطولة الجدع. مزيفة، واخد بقى حضرتك؟ أنا على السوشيال ميديا هبقى بطل، لكن تعالى في الحقيقة قول أنت جبت التصور ده منين؟ إيه؟ لا هتلاقي في مرجعيه للتصور ولا منطقيه ولا اساس ولا بيبقى تصور خالص. يا بقى زي راجل ما طلع القتل اللي مش عارف الاعدام لقتل الدكتور ولا ايوه ايه الاعدام يا عم الحاج مين؟ هو انت نصبت نفسك كمان؟ لقتل الدكتور ولا، انت ايه اللي مزعلك؟ لو كانوا قتلوا الدكتور ولا يبقى الاعدام ليهم، ايه المشكله في كده؟
هو حد قال الاعدام لكذا قتلة الدكتور ولاء المتهمين بقتله، بنطالب بالاعدام طبعا، بنطالب وهنطالب 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 وهنفضل نطالب لغايه ما القصاص العدل بتاع ربنا يتطبق فيهم، من قتل يقتل ولو بعد حين، بس مش عايزين حاجه تانيه. ايه اللي زعل حضرتك كده؟ الاعدام لقتلة الدكتور ولاء، والله طلعوا قتله يتعدم، ما طلعوش قتله خالص، ايه المشكله؟ ما تزعلش نفسك، مش عايزك تاخد الموضوع على صدرك كده يا دكتور. نكمل ان شاء الله. القتل اللي مش عارف الاعدام لقتلة الدكتور ولا ايه يا عم الحاج مين؟ هو انت نصبت نفسك كمان؟ طب انا قدمت شكوى للنائب العام علشان فعلا فعلا يصدر قرار بحظر النشر. يا راجل طبعا يا ليه؟ سيدي الفاضل، هذه الدعوه وهذه التحقيقات خدت اكتر من حقها خالص. السوشيال ميديا دي بتؤدي الى يعني معلش يعني خراب العمر. انت اولا لا حضرتك، دي بتؤدي الى المحافظه على الحقوق، بتؤدي الى تزييف الحقائق اللي حضرتك بتعمله دلوقتي ده، ما يحصلش تلاقي اللي يرد عليك الحجه بالحجه والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. السوشيال ميديا بتنور عقول الناس، اه في بعض الناس افاقين منافقين، لكن لما نجيب كلام حضرتك كده ونناقشه كلمه كلمه وحرف حرف ونوضح لحضرتك ان حضرتك غلطان، ونجيب تناقض كلام حضرتك امام الناس ونفضح هذا التناقض امام الناس، هنا بقى دور السوشيال ميديا حضرتك اللي حضرتك مش عايزه. انت نفسك في السوشيال ميديا بتاعت الاشاعات والبهرجه والساعه عملت ومش عارف عمل والاشاعات عشان تبقى مبسوط وتقول الحمد لله انهم بيرددوا اكاذيب، لكن مش عايز السوشيال ميديا اللي تجيب الحجه والحجه والدليل بالدليل. حضرتك مش عايز كده، انا عارف حضرتك مش عايز السوشيال ميديا اللي تنور عقول الناس وتوريهم التناقض في كلام حضرتك. احنا مش جايبين كلام من بره، من كلامك وبنعرضه لك اهو، يعني احنا ما بنتكسفش عارضين كلامك بدون حذف اهو زي ما هو على اليوتيوب اهو، بنعرضه قدام الناس وبنناقشه كلمه بكلمه. لو انت بقى شايف الكلام فيه حاجه والناس اللي تحكم، كلامك كله متناقض، كلام سيادتك كله متناقض، ماشي؟ هو دي السوشيال ميديا حضرتك اللي مش عاجبه سيادتك. طبعا حضرتك مش عايز السوشيال ميديا عشان قضايا من هذا النوع تتطرمخ، ما هي في قضايا كتير من هذا النوع كانت بتتطرمخ زمان قبل السوشيال ميديا، قبل ما نحط سبوت عليها كانت بتترمخ، لكن دلوقتي ما فيش بقى ترمخه، في دلوقتي حق ربنا وفي ناس عينيها على القضيه وهتناها عينيها على القضيه عشان حق الراجل ده يجي. والله المتهمين بتوعك ابرياء على دماغنا، يطلعوا ابرياء، احنا عايزين حق ربنا، عايزين الذي يعدم قتلة الدكتور ولاء فقط وليس احد اخر. يعني ما تجيبليش واحد من الشارع يقول لك انا قتلت الدكتور ولاء ومعترف اهو ويتعدم واحنا هنفرح، ابدا. احنا هنفرح لما قتل القتله الحقيقيين للدكتور ولاء هم اللي يتم القصاص منهم، القصاص العادل بالشرع والقانون. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده يزعلك في حاجه؟ يعني ده يزعل حضرتك في حاجه؟ لو المتهم بتاعك اللي حضرتك بتدافع عنه بريء يتبرأ، انا مالي؟ انا وانا بيني وبينه عداوه، يتبرى يا سيدي على دماغنا من فوق، ألف سلامة. لكن مدان يبقى في قصاص عادي. وإحنا بقى على القضية وعننا على القضية، السوشيال ميديا اللي مش عاجبة حضرتك دي أتمنى مركزة على القضية لغاية ما حق الدكتور ولا إيه. هذه الدعوة وهذه التحقيقات خدت أكتر من حقها أه خالص. أكتر أه والسوشيال ميديا دي بتؤدي إلى يعني معلش يعني خراب في العقول. انت اولا عشان تبقى عارف سعادتك، احنا مجتمع المصري مجتمع طيب ومجتمع بسيط، ما دي مشكلة، معلش دي يعني مشكلة والله. يعني نسبة الجهل فيه مش قليلة ونسبة الأمية مش قليلة والناس بتتفاعل بسرعة، وزي ما بيقول في المثل البلدي كده الناس يعني ينفع يعني اوقف البث كده عشان اقول لكم اعملوا لايكات؟ البث عليه بلاغات والله، ممكن لايكات بعد اذنكم. بصوا يا جماعه هنعمل كده رجوع، رجوع زرار الرجوع ايا كان بقى في الناحيه عندك، رجوع ونعمل لايك ونخش تاني محادثه سهله والله، عشان مش كل شويه اوقف البث والله، البث بيقف بعد اذنكم يعني، البث عليه بلاغات بعد اذنكم، ما اعرفش ليه والله عليه بلاغات، مع ان احنا لا بنشتم ولا بن يعني الا ادبنا ولا اي حاجه، على اي ما حاجه. اعرفش في ايه. فانا بقى اقول لك الراجل دوت اتخانق مع مراته وراح اتجوز عليها حقه شرعا، فراح جابت اهلها واهلها ضربوه وعزوه حقه وراح ماسكينه كانوا رامينه الشباك، يا اولاد الذين اقتلوهم موتوهم. فاصبح
اساس المشكله كلها ان اهل المتهمين بقوا معرضين للخطر. النهارده اهل المتهمين يا بيه بقوا اهل القتله. الله، بيت عادي جدا محترم في اب وام وناس زي الفل وعائله فيها من رموز المجتمع، مش بقول لكم والله في مجالات. في جيبينهم ان ابنهم فلان، مع ان ابنهم ما عملش حاجه غلط. مهم كام سنه حضرتك؟ المهم اعتقد 19 سنه 20 سنه حاجه زي كده، هو سنه ثالثه جامعه. كان موجود ليه في الاساس في الشقه ايوه يا باشا، مهاب زي عادل زي الاستاذ عبد الله زي محمود زي ابراهيم، جار 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 تدخل يعني تدخل بلا بلطجه. انا النهارده لو انا عندي مناقشه، تدخل بأمارة إيه حضرتك؟ من بيت عيلتهم؟ إذا كان الأستاذ مصطفى الكابتن مصطفى لما طلع بكلام حضرتك وباعترافك حصلت مشادة بينه وبين والد الدكتورة ريمادي، حصل بكلامك، إشمعنى يعني الكابتن مصطفى، ها؟ الكابتن مصطفى لما هو طلع هو البواب حصلت مشادة هتؤدي إلى الشجار، ولما طلع الاخ اللي انت حضرتك بتدافع عنه ده كان عادي جار وعادي، يعني اشمعنى؟ طيب بلاش دي، اشمعنى الجار ده حضرتك موافق ان هو يتدخل والدكتور ولاء يا عيني موافق انه يتدخل ويعرض عليه مشكلته ومش ما عرضهاش على الجيران دول؟ انت لسه من شويه قايل الدكتور ولاء ودى وشه الناحيه دي وما ردش على الدكتور على الكابتن مصطفى علشان ايه؟ علشان مش عاوز الموضوع عيني، مش عاوز الجيران تعرف. يا سلام، هو بعض الجيران تعرف والبعض الاخر لا؟ يا سلام، على رأي مش عارف مين كان في تمثيليه يا جماعه على مسرحيه كان كل ما يقول له كلمه يقول له يا سلام، والله العظيم ثلاثه ضحكتني. يعني ناس تعرف وناس لا، بأمارة ايه؟ اشمعنى؟ يعني اللي على مزاج الزوجه هم اللي يحضروا واللي على مزاج الزوج لا؟ طب لما بتبقى في مشكله عائليه يا سياده المحامي المحترم وحضرتك راجل كبير مقام وسن، بيحصل ايه حضرتك؟ بنجيب ناس من هنا وحكم من اهلها وحكم من اهلها، مش ده القران؟ مش ده الدين؟ حكم من هنا وحكم من هنا يا راجل، ها؟ ولا نجيب حكم من هنا حكام بلطجيه من هنا ومن هنا المسكين يبقى لوحده اللي عامل دعامه في القلب بيتعذب والام من الناحيه الثانيه عذبيه صوريهولي قلعيه مرته وبعتيلي ايه حضرتك في ايه يا باشا؟ في ايه يا سياده المحامي المحترم؟ في ايه يا كبير؟ ينفع الكلام ده بالله عليك؟ انت مقتنع؟ طب لو انت مقتنع خلاص انا ماشي. اشمعنى؟ ده جار ومصطفى من شويه لسه قايل مصطفى ما كانش جار، ده مصطفى الشقه في الشقه يا راجل، ورفض ابوها ان هو يدخله وعمل معاه مشاده وقال له مشكله عليها مالكش دعوه بيها. اشمعنى مهاب بتاعك ده هو يا عيني الجار ومسموح له ان هو يخش؟ اشمعنى يعني؟ عشان على هواك؟ سنه 20 سنه حاجه زي كده، هو سنه ثالثه جامعه. كان موجود ليه في الاساس في الشقه يا باشا، مهاب زي عادل زي الاستاذ عبد الله زي الاستاذ مصطفى زي ابراهيم، جار 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 تدخل بلا بلطجه. انا النهارده لو انا عندي مناقشه مع واحد، يا فلان بقول لك ايه، تعالى احنا معانا بقى الله يخليك، هل معنى هذا ان انا استبعد البلطجي؟ هو انا رحت جبته على اتنين وثلاثه؟ طب ورفضت لحضور الكابتن مصطفى؟ طب ما هو يا فلان تعالى، وبعدين حضرتك لسه بتقول انت اللي قايل بنفسك عيل فرفور، انت اللي قلت من شويه الكلام ده انه عيل فرفور، يعني ده عيل عنده 19 سنه. نفسي افهم بأمارة ايه يحضر جلسه صلح، يعني اعتبرها صلح بين زوج وزوجه، عيل انت زي ما قلت عيل فرفور، انت اللي قلت مش انا، قلت عيل فرفور عنده 19 سنه بأمارة ايه؟ من امتى يا جماعه الولاد اللي عندهم 19 سنه ولا 20 ولا 25 حتى بيحضروا الجلسات دي؟ معروف الجلسات دي بيحضرها الناس الكبار، الناس اللي تحل. انت بتكلمني في عيل عنده 19 سنه
على نص كلامك انه فرفور وجاي يفتح من زوج وزوجه؟ ده بأمارة ايه؟ بخبرته الكبيرة في الجواز يعني؟ انا عايز، انت بتتكلم كلام غريب والله العظيم، كلامك غريب يا راجل. انا زعلان لك والله، زعلان عليك، انا زعلان عليك والله، مش زعلان منك، انت بتتكلم كلام غريب. عيل عنده 19 سنة جاي يصلح من زوج وزوجة؟ عبد الوضاح أختي المحترمة، ربنا يخليك يا عبد، ربنا يخليك يا عبد، تسلم. هتجنن والله العظيم، هتجنن. كلام حضرتك كله متناقض. من شوية ده عيل صغير فرفور، ودلوقتي جاي يصلح من زوج وزوجة؟ بسم الله ما شاء الله. يا باشا، يا باشا، ينفع يعني انت مقتنع بالكلام ده؟ لو انت مقتنع خلاص انا مقتنع، لو انت مقتنع انا مقتنع خلاص، انا اقتنعت. اقعد الف في الكرسي والكلب ده اللي بيلففني ده واخد، لو انت مقتنع خلاص انا اقتنعت. من شويه مش الدكتور ولا مش عايز يقول للجيران عشان مش عايز فضايح، وبعدين لا اصور جارهم وجاي، من شويه مشكله عائليه وجاي عشان فرفور وعيل صغير عنده 19 سنه، عيل فرفور، عيل فرفور صغير، ودلوقتي طلع راجل كبير ما شاء الله، وطلع يصلح من زوج وزوجه. يا راجل يا راجل، ده كلام والله العظيم عيب، والله العظيم عيب اللي احنا بنعمله ده. يلا نكمل يا فلان. بقول لك ايه، تعال احضر معانا بقى، الله يخليك. جلسه الخبره، تعالى خبره. وانا رحت جبته على 2003. كانت الجزئيه دي ان هو 19 سنه يا باشا، ده صغير، ده ثالثه جامعه. تمام، هو ثالثه جامعه ممكن ما يبقاش 19، ممكن حاجه 20. ده استدعاء عشان يحل مشكله. لا يا فندم مش كده، والله ما سمعت الفيديو، والله المزاد 10 10. يعني احنا بس احنا عايزين نحط دماغنا في الرمل وننسى عاداتنا وتقاليدنا. لا ان عامة لما بتحط دماغها في الرمل، حضرتك بتحط عشان بتدور على الميه، على فكره يا جماعه، عشان في ناس مفكره ان عامة بتحط دماغها في الرمل فده جبن. لا، ان عامة بتحط دماغها في الرمل بتبحث عن الماء، مش جبن ولا حاجه. دي معلومه برضه نحب نصححها للناس واحنا بنتكلم. هو هنا بقى اتلخبط، هنا بعد المذيع المحترم ده ما ساله، والله ما سمعت الفيديو اقسم بالله، بعد المذيع ما ساله ها اتلخبط بقى، اتبرجل بقى، خدت بالكم؟ اتبرجل بقى. صاحبه زي ما بنعمل كلنا. هو احنا النهارده معلش يعني هنبقى زي ان عايز نحط دماغنا في الرمل وننسى عاداتنا وتقاليدنا؟ لا، اللي هي بقى المجتمع كده، اي واحد كده، والمجني عليهم كده، اي حد في الدنيا. بس نقطة حضرتك بقى، ليه هو هنا كان متواجد في الشقة هيسأل صاحبه؟ يا باشا مشكلة. طب ليه ما دخلش وقت سقوط مثلا؟ انا فاهم. لا ثواني بقى، انا مثلا هو راجل معتمد عليه وفي نفس هيقول لك ما كانش موجود في الشارع، ما تدخلش وان هو لسه صغير وما يدركش ده. لا يا فندم، مين اللي قال لك ان هو ما... لا لا لا، خلي بال حضرتك، انا ممكن الراجل الشاهد الاستاذ اللي هو مدرب السباحه ده قال لك انا سقطت من طولي واغمى عليا بعد يومين بسبب ان انا جه في ذهني ان انا لما كنت عند الدكتور ولاء فوق وما رمشليش ان في مشكله، كان لازم ان انا افضل موجود بره، فحس بنفسيته ان هو كان ممكن ينقذ الراجل، واخد بقى انه ينتحر او يلقوه او ايا كان مكان يعني. وده راجل كبير ومتجوز وعنده عيال وسقط منشيا عليه. هل معنى هذا ان رد فعل ولاء فبقى عيل صغير انه ما ساعدوش وانه راح عشان صاحبه فكده بقى راجل كبير؟ لا يا فندم، عاوزين بس نوضح النقط دي. يا سيد الفاضل، حضرتك والساده المشاهدين، كل واحد هو اتبرجل كده، بصوا هو كده اتلخبط خلاص، المذيع فجأة ما بين راجل ومراته، صحاب اخواتها جم ولا لا، وصحاب اخواته من امتى؟
مين انت لما يبقى في مشكله بالراجل ومراته اصحاب اخواته بيجوا يحلوها؟ يا عم يا بتاع العادات والتقاليد، عادات وتقاليد مين دي؟ دي عادات وتقاليد مين حضرتك؟ من امتى بقى انت بتقول هو احنا هننسى عاداتنا وتقاليدنا؟ عادات ايه وتقاليد ايه؟ لو في خناقه سمعنا عن خناقه حضرتك الناس كلها بتروح تسلك وتمشي، لكن مشكله بين زوجين ويبقى حكما من اهله وحكما من اهلها، ها مش 50 بلطجي من اهلها وهو المسكين لوحده، في ايه يا باشا؟ في ايه يا حضره المحترم؟ ما تتكلم بقى كلام ما يخرجناش عن شعورنا. من امتى عيل صغير عنده 19 سنه ده لو اخته مش عارف يحللها، اخته هيطلع يحل مشكله من زوجه؟ زوجه ايه؟ من بيت اهله؟ يدخل بيت الراجل عنوه ليه؟ اخوها نفسه يدخل بيت الدكتور ولاء عنوه ليه؟ ولا ابوها حتى؟ ده ابوها واخوها ما لهمش حق يدخلوا بيته الا باستئذان منه شرعا. تقول لي عرف، عرف التقاليد بتاعتكم انتوا بقى دي مش عارفها بقى بصراحه، جديده عليا الاعراف والتقاليد دي، ان عيل صغير عنده فرفور زي ما انت قلت عنده 19 سنه يطلع يحل مشكله بين زوج وزوجه، فرحتي لو النبي. يقول لك بيبقى واقف مع صاحبه ويعرف ان في مشكله، في خناقه مش مشكله، لو انا ابني واقف مع صاحبه وفي خناقه اه هيطلع، لو في خناقه يحوش ويسلك وينزل السلام عليكم، خناقه لكن دي مش اسمها مشكله بين زوج وزوجه. فانت كده حاجه من الاثنين، يا انت عارف ان هي كانت خناقه وكانوا بيعذبوا الراجل فوق وهو طالع يساعد فيهم، يا اما انت بتقول كلام مع احترامي ليك انت نفسك مش مقتنع بيه، وانا واثق انت نفسك بتقول الكلام ده مش مقتنع بيه، ولما المذيع سالك انت ارتبكت لما قال لك الولد عنده 19 سنه ايه اللي يخليه يحل بين زوج وزوجه، انت ارتبكت ومن ساعتها مرتبك الى الان، وقلت لك تقريبا مرتبك الى كل الان. واحد يرجع بذهنه لواقعة مماثلة بتاعت مشادة ما بين راجل ومراته، صحاب اخواتها جم ولا لا، وصحاب اخواته جم ولا لا، وقعد كلهم زعل. طب هنوصل، همشي معاك، صحاب اخواتها واصحاب مين؟ اخواته. طب فين بقى اصحاب اخواته؟ فين بقى؟ هات لي حد كان مع الدكتور ولا واحد بس، فين بقى؟ دي ناس عدت العده، عدت العده وعملوا كمين للراجل وجم كبسوا عليه في شقته عنوه دون استئذان، دخلوا بيت الراجل دون استئذان وعذبوا الراجل وحصل اللي حصل بعد كده. ده المنطق وده العقل وده حق ربنا اللي انت عمال تلف وتدور عشان ما تقولوش. شويه وهديوا شويه والموضوع انتهى. لا ما هي دي عاداتنا كمصريين، احنا ليه بنحيد عنها؟ انا النهارده انا اهو قدام حضرتك محامي وبقالي كام سنه ناقض، ومع ذلك انا لو حد اتصل عليا واستغاث بيا هروح. هل معنى هذا ان انا راجل بلطجي؟ هل معنى هذا ان انا رايح ارتكب جريمه؟ هل معنى هذا ان انا رايح اضرب؟ ابدا ابدا، ما انا ممكن اروح اساعد براحتي. بأي صفه؟ امنع مشكله. تمام، مش معناها ابدا من الناحيه السيئه ان انا رايح ارتكب جريمه، بالذات ان انا راجل متعلم. لا معناها كده حضرتك عشان الجريمه ارتكبت فعلا يا راجل، ما هي الجريمه ارتكبت. ما هو ايوه معناها وانت رايح ماشي، لكن خلاص في جريمه ارتكبت يبقى معناها كده انك رايح ترتكب الجريمه. ما خلاص الجريمه حصلت والراجل رحمه الله عليه، هو انت مش معانا ولا ايه؟ مش معانا يا باشا؟ خلاص الجريمه نفسها ارتكبت وقعت، انت بتتكلم كده في ماضي، احنا هنا في حاضر حضرتك. يعني انت بتتكلم في الماضي، هو معنى ان انا رايح يبقى انا رايح ارتكب جريمه؟ عندك حق بس ده خلاص، ما هي الجريمه وقعت سيادتك، انت مش واخد بالك؟ والمصر والله العظيم الجريمه راحت، الجريمه وقعت. وراجل حسبنا الله ونعم الوكيل في، حسبنا الله ونعم الوكيل في الرماه، وفي كل واحد مضلل يطلع يبرر جريمه قتل الدكتور ولاء، ربنا ينتقم منكم واحد واحد. جريمه وقعت. انت لسه تقول معناها اني رايح ارتكب، ما هي وقعت. وانتهى الامر.
ان ناس ساكن في مكان كويس، اهل ناس محترمين، مش معناها ابدا ان انا بطلت. لكن لما اتصل بقى اسيب بقى عادل اللي هو جاري الراجل المحترم واروح اتصل في الواد بقى ايه، لا بقى ولا لون ولا مش عارف ايه الاسماء اللي بترد عليه اصلا. يا راجل لالو لولو طبعا اللي هم مش ولاد الناس. انت طبعا انت المتهم بتاعك هو ابن الناس، والباقيين دول اللي مش ولاد الناس بقى لالو لول هم دول اللي ارتكبوا الجريمه. عنصريه مقيته على فكره في كلامك، والله العظيم عنصريه مقيته بجد، مش حلوه ابدا يعني، ابدا ابدا. ايه بقى في الضرب بقى ايه ويعور وما يسيبش مش عارف. لا يا فندم، لول اللي بيعور، لكن دول بيقتلوا على طول يا باشا، اصل لول اللي عنده خبره. ما هو دول بقى عشان ما عندهمش خبره قتلوا على طول. فاهم انت؟ عارف انت لو تفتكر معانا فيلم، انا كل شويه افكركم في فيلم يا جماعه، لو تفتكر معانا فيلم جزيره الشيطان كده، لما مصطفى متولي بيقول له قام راح للشواف وقام غزه بالمطوه، قال له يا غبي ما كنتش عايزك تقتله، انا كنت عايزك بس تهوشه. قال له يا باشا كنت بهوشه فسرحت مني. مش ما عندوش خبره في القتل حضرتك، فسرحت منه. هم برضه ما عندهمش خبره في التعذيب، فالمتقى الراجل مات منهم. فيعملوا ايه؟ اتصلوا بقى بالناس اهل الخبره فقالوا لهم ارموه عشان نخلي الجريمه انتحار. اصبر بس عليا، اصبر عليا، كله جاي كله جاي كله جاي. دي كلها تكهنات، بس ايه مبنيه على ايه؟ مبنيه على معطيات على ارض الواقع، على رسائل ملموسه، مش كلام زي حضرتك كله كلام مرسل. كلام حضرتك من اوله لاخره كلام مرسل. حضرتك ما حتى النقط الايجابيه او النقط الملموسه زي رسائل استغاثه دكتور ولاء عمال تعدي منها، مش عايز تركز فيها. دليل ان هو ما بيتعذبش ان هم سايبين معاه التليفون. طب ما هم سايبين معاه التليفون حضرتك وما بيتعذبش، هو بيبعت رسائل استغاثه ليه؟ غاوي مثلا؟ يعني هو غاوي انه يبعت رسائل استغاثه وهو ما بيتعذبش؟ اصل هو لو بيتعذب كانوا اول حاجه خدوا منه التليفون. ما انا قلت لك، هو لما لقى الغدر في عينيهم ولقى ناس غريبه وداخله بيته غصب عنه، بعت استغاثات الحقوني في بلطجيه وبتعذب. لحق نفسه وبعد كده التليفون اتسحب منه يا باشا، ولا عارف يبعت ولا يعمل. والله ده اللي حصل. مش مصدق انت؟ والله ده اللي حصل. راجع كده نفسك وانت قاعد كده، وشغل ضميرك الانساني، سيبك من ضميرك المهني، وشغل ضميرك الانساني، هتلاقي هو ده اللي حصل والله. ان هو كان لقى في غدر، ولقى ناس اقتحمت بيته عدوى دون ارادته، فقال لك في كده مشكله هتحصل. ما انا مش لازم استنى لما واحد يعرف ان واحد جاي عليا بسكينه، استنى لما يجي يموت يضربني بالسكينه كده وبعدين اقول اي انا موت، انا بموت يا جدعان. لا، انا بلاقيه جاي بيجري بالسكينه بجري على طول اوتوماتيك. فهو شاف الغدر وشاف الناس اقتحمت بيت عنوه، عرف ان في مصيبه، فبعت الاستغاثات دي. بعد ما بعتها خدوا منه التليفون. وصلت؟ ده المنطق بقى وده العقل اللي بيقول كده. ده حق ربنا اللي بيقول كده، مش انا والله. والله ما ده العدل والمنطق وحق ربنا ورساله الام. عذبي يا بت، صورهولي يا بت وانت بتقلعي بلبوس يا بت. ايه دي عديتها كده يعني؟ انت ايه؟ ايه دي يعني معديها انت كده؟ ما علقتش عليها يعني، كلتها كده في النص. دي مش دليل ان ممكن بعذبه؟ ده مش دليل عند حضرتك؟ طب زوجه الدكتور، زوجه الكابتن مصطفى اللي سمعتها وهي بتضربه بالاقلام وبتقول له فين الفلوس، مخبي الفلوس فين؟ دي برضو عدت. ما طب شهاده الواد يونس، اهدي امه وده ابوه، مش معقول هيودي امه في داهيه الواد يعني. شهاده الواد كان بيضربه بابا عمه، ده كان بيضرب بابا ودخل معاه الاوضه وبتاع، ده ايه برضو عدت على حضرتك؟ كل ده عدى، كل ده عدى على حضرتك عادي كده؟ لا، هو لما الاخوات الزوجه اتصلوا على مهاب ما اتصلوش عليه انه راجل بلطجي. ومهاب لما راح ما راحش معاه حكيم العيله، مهاب ابو 19 سنه حكيم العيله، اتصلوا عليه عشان يحل بهدومه من غير اي حاجه، ولا سلاح ولا عصايه ولا بتاع ولا مطوه ولا ليه في الكلام ده؟
ده انسان معروف بانه شخص محترم جدا في وسط العيله، فاكهه العيله، الواد المؤدب قوي المحترم قوي. محمد عادل اللي طعن نيرة أشرف ب 19 طعنة حضرتك، كل الدنيا شهدت إن هو قمة في الأدب والأخلاق والاحترام والتفوق، وكان بيصلي ويصوم وكان بيعمل كل حاجة حلوة، وقتل نيرة أشرف عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد على مرأى ومسمع من جميع، ومتصور صوت وصورة أمام باب الجامعة في وسط حي من الناس والشباب والجماهير، مرتكب جريمة قتل. ما المانع يعني سيادتك، يعني ايه المانع يعني؟ ما هو ده متعلم وده متعلم، ده ابن ناس وده ابن ناس، ده شاب وده شاب، ايه المانع يعني انه يرتكب الجريمة دي يعني؟ تبريرات عقيمة. إنسان معروف بأنه شخص محترم جدا في وسط العيلة، فاكهة العيلة، الواد المؤدب قوي المحترم قوي المتفوق في التعليم، ظروفه المهببة حطته في الظرف السيء ده بالشرعي. والله النيابة للأسف أنا يعني بأناشد، والله يا فندم أنا بأناشد الرأي العام، أناشد السيد معالي المستشار النائب العام اللي تقدمت ليه النهاردة بطلب اطلاع، لان تقدمنا بالطلب للنيابه الجزئيه وتقدمنا بالطلب للنيابه الكليه. يا فندم عايزين نشوف الورق يا معالي المستشار النائب العام، احنا لا نمثل اعداء للحقيقه ولا اعداء للنيابه ولا اعداء للحق. لا بصراحه كلامك ده كله اعداء الحق بصراحه، السلطه القضائيه ولكننا القضاء الواقف وانتم القضاء الجالس. فيا معالي المستشار النائب العام ساعدنا في اداء عملنا بعد اذن معاليك. نيابة حلوان تمنعنا من الاطلاع او تصوير اوراق القضية، وهذا يخالف تعليمات معاليك يا فندم. يعني احنا عايزين بنساعد العدالة. يا راجل طب تعالى بقى انا نخليك تساعد العداله انا وانت بقى دلوقتي. هنساعد العداله انا وانت، اصبر بقى عليا. هنجيبهم لك بقى نقطه نقطه عشان ايه نمشي مع بعضينا واحده واحده. طالما انت عايز تساعد العداله انا ما اقدرش اقول لك لا بصراحه، طالما عايز تساعد العداله انا ما اقدرش اقول لك لا. نساعد العداله مع بعض. لا لا خلاص الفيديو خلص، عايزين نخش على دي. قال بس بتاعنا. نعمل يعني بقى الدنيا كده خلاص خلاص الفيديو خلص، نظبط كده عشان نرجع نتكلم ايه. تعال بقى نقول لك بقى يا سيدي على كلام حضرتك، من كلامك هناخد من كلامك ونرد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بدايه حضرتك قلت طبعا ده ختام بقى بس يا جماعه، يعني يا ريت نركز شويه عشان ده هيبقى ختام بس، لان احنا بقى لنا كده دخلنا ساعتين و10 دقايق كتير قوي يعني. اه لا انا حريت برضو ماشي نشغل على هو ايه اللي حصل. اشتغل يا عم في ايه؟ اشتغل استنى يا جماعه بس اصبروا عليا اشغل التكييف عشان اتحرك. هاخد من كلام حضرتك وارد عليك بقى، ده ختام بس يا جماعه عشان بس لو كان الكلام متعاد يعني، بس ده عشان ايه نجمع الكلام اللي السيد المحامي المحترم قاله عشان انتوا كمان تبقوا عندكم الرد على اي نقطه من النقط اللي اثيرت في البث بتاع السيد المحترم المحامي بتاع مهاب. السيد المحامي قال ان ما كانش في، كان في شد وجذب في البدايه عادي جدا زي اي زوج وزوجه بتتجوز عليه وبتاع، وتجاهل رساله الام اللي هي عزيه وضربيه وقال لعيبه تبصوا صوروا لي والكلام ده كله، تجاهل ده كمان، تجاهل كمان رسائل الايه؟ اللي هي بتاعت الدكتور ولاء. قال لك ان رسائل الدكتور ولاء اول حاجه قالها ان ازاي بيتعذب وازاي سايبين معاه التليفون، طبعا وضحنا الكلام ده في ان هو لما لقى الغدر ولقى ناس داخله بيته وعنوه، ولقى طبعا اسلوب اللهجه الكلام بتاعت ابوها وبتاعتها اسلوب متغير، فهو ابتدى يستغيث باخواته اولا ووالدته، وبعدين استغاث بالجروب بتاع العماره قبل ما ياخدوا منه التليفون. هم خدوا منه التليفون امتى؟ قبل الدكتور قبل الكابتن مصطفى ما يطلع كانوا هم سحبوا منه التليفون خلاص، بعد ما بعت الاستغاثات وعرفوا ان بعت الاستغاثات.
ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا عبلة، تسلمي يا رب، ربنا يحفظك يا رب، الله يبارك فيك يا عبلة. في قناة وثائق يا جماعة في الرابط اللي فوق متثبت، يا ريت تشرفوني فيها، هتعجبكم جدا، بنتكلم فيها عن عمر مختار، عن الشيخ الشعراوي، عن الدكتور مصطفى محمود، عن كل ما يعني كل الشخصيات التاريخية المحترمة اللي انتم بتحبوها واحنا بنحبها، تاريخنا يعني، هنتكلم عن تاريخنا المحترم العربي او المصري. المهم اشكرك يا عبد. المحامي مره قال انه مهاب غريب، ومره قال انه جار، ما انا جاي لكم في الكلام، جاي لكم، جاي لكم، سيبكم من جار وسيبكم من غريب، مش مشكله، مش هتفرق معانا في الكلام. فالسيد المحامي المحترم الفاضل قال لك ايه بقى؟ قال لك ان هو ازاي بيبعت رسائل، فاحنا وضحنا الرسائل دي كلها حضرتك قبل ما يبتدوا الاعتداء عليه فعلا، اللي هو الجسد يعني، اللي هو ايه يعني، خلاص بقى احنا كده بنقول لك طلق واعمل، فهو طب افكر سيبوني شويه مش عارف ايه، طب وبعدين ما هو معاه التليفون لازم حضرتك يتصل بيه بزوجته الثانيه، هيطلقها ازاي؟ ما هو لازم يتصل من التليفون بتاعه، مش هو اتصل من تليفونه؟ طب انت قول لي بقى ازاي اتصل من تليفونه الا بالعافيه لما اجبروه ان هو يطلق زوجته الثانيه؟ قول لي انت بالله عليك، ما هو بالعقل بقى. المهم يبقى كده دي الحجه بتاعت موضوع ازاي سايبين معاه التليفون وهو بيتعذب، سقطت حجتك. طب تعالى بقى للحجه الثانيه، ودي بقى الاهم بالنسبه لي انا. حضرتك قلت ان هو كما ذكر تحقيقات النيابه، او لا انت قلت ايه، كما ذكرت النيابه العامه ان هو طلع على الشرطه وهدد بالانتحار اكتر من مره. ممكن اسالك سؤال، سؤال كده لو نبي، هي تحقيقات النيابه العامه الكلام حق يرد باطل، حضرتك بتقول هي فعلا التحقيقات قالت كده، لكن ممكن اسالك سؤال، هو التحقيقات قالت كده بناء على مين؟ هو مين اللي بيتحقق معاه؟ المتهمين. يعني حضرتك بتاخد بكلام المتهمين؟ يعني ده كلام المتهمين، قالوا حصل كذا كذا كذا، فحضرتك بتقول ايه؟ النيابه العامه قالت، لا النيابه العامه ما قالتش، النيابه العامه قالت كلام المتهمين ان هو طلع على الشرطه وهدد بالانتحار اكتر من مره، كلام المتهمين اللي هم متهمين بالقتل عايزين يطلعوا يقولوا لحضرتك، ما اكيد هيقولوا كده. فاذا ده مش كلام النيابه العامه، عشان نركز في الكلام ده، عشان في الكلام ده يا جماعه، عشان هم مركزين على النقطه دي قوي، ان النيابه حتى في محامي كبير يعني مع الاسف يعني طلع وقالها برضه قبل كده، ان النيابه العامه قالت ان هو طلع على الشرطه اكتر من مره، ذكر في تحقيقات النيابه، لا قول ذكر في تحقيقات النيابه، ما تقولش النيابه العامه قالت، لان ذكر في التحقيقات على لسان المتهمين، تفرق كتير. من ورا نيفين نادي الملكي، تفرق كتير يا جماعه اما نقول ان تحقيقات النيابه العامه التي ذكرت على جاء على لسان المتهمين ان كذا وكذا وكذا، غير لما اطلع اقول لا ده النيابه العامه قالت، فانا كده اصور للناس ده النيابه العامه يا جماعه قالت، يا جماعه يبقى خلاص بقى، هو انا هعرف احسن من النيابه؟ ركزوا ركزوا كويس، النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. اذا يبقى حضرتك سقطت حجتك في النقطه دي كمان. طيب تعال نيجي نكمل معاك، هنعتبر الكلام ده حقيقي والكلام اللي حضرتك بتقوله تمام التمام. طيب حضرتك بتقول، قلت ان لما الدكتور كابتن مصطفى طلع هو ما التفتش ليه حتى، ليه؟ لان كان خلاص مش عايز الموضوع حد يعرفه، وجيران، وبعدين هم كانوا خلاص اتصافوا واتصالحوا وبعتين يجيبوا اكل، والدليفري جه جاب لهم الاكل وقعدوا وكلوا، مش ده كلام، ده كلام حضرتك، ده كلام حضرتك. طب انتحر ليه؟ ده اللي همشي معاك ان هو انتحر يعني. طب طلع على الشرفه ليه؟ مش هم خلاص اتصالحوا حضرتك؟ احنا بنتخانق اهو وخلاص اتصالحنا وبقينا سمنا على العسل، وعملت لكم اللي انتوا عايزينه، وبعتنا جبنا اكل وكلنا مع بعضينا، ايه اللي يخليني بقى اطلع على الشرفه؟ يعني بالراحه كده اديني ماشي معاك اهو واحده واحده، ايه اللي يخليني اطلع على الشرفه؟ ما انا اتصالحت خلاص، اطلع على الشرفه ليه؟ إذا هنا في حاجة من الاتنين، يا حضرتك حاولت تلف واقعة التعذيب، ها؟ وفي نفس الوقت حضرتك أكدت واقعة التعذيب، نفيت الواقعة في البداية وقلت لا مفيش واقعة التعذيب عشان ما تتهمش بعد كده إنهم عذبوه ومات في إيديهم ورموه من الدور الخامس، فجيت حضرتك سوري يعني زدت الطين بلة فقلت لا ده كانوا اتصالحوا، طب أما هم اتصالحوا هو انتحر ليه؟ يلا بقى ها جاوب يا باشا، انتحل ليه؟ والله العظيم انا لو كنت طلعت محامي كنت ظبطتكم، بس يلا احمدوا ربنا.
احمدوا ربنا كنت قعدتكم في البيت والله، بس احمدوا. يا ولاد الذين، يبقى هو انتحر ليه؟ لما هم اتصالحوا مع بعض. بس ده اللي انا بتكلم فيه. يبقى كده حضرتك سقطت حجتك برضه في الموضوع ده. يا اما كان في تعذيب وفي قتل، يا اما كلام حضرتك كله مش سليم ان هو ما انتحرش. يبقى مين اللي رماه بقى؟ اترمى ازاي؟ قول لي بقى. ما هم اتصالحوا، يبقى هو مش هنتحر. اتصالحنا خلاص، هنتحر ليه؟ مش هنتحر. قول لي بقى. انا نفسي نفسي تجاوبني والله. يا ريتني كنت انا اللي بحورك، كنت هتزعل مني زعل جامد والله، كنت هتكرهني. بس يلا مش مشكله. يبقى سقطت حجة السيد المحامي في الموضوع ده. يا إما هم عذبوه وهم بيعذبوه مات في إيديهم، أو ألقوه حتى وهو ما ماتش في إيديهم وألقوه، وفي الغالب يعني هيطلع هو مات في إيديهم، لأن الراجل كان عنده دعامة في القلب زي ما إحنا عارفين، ومن كتر التعذيب مات، فغيروا له هدومه. ده الأرجح يعني، غيروا له هدومه زي ما قال الكابتن مصطفى، إن الهدوم اللي ألقي بيها غير الهدوم اللي هو شافه بيها لما دخل عليه. إذا يبقى هم غيروا له هدومه. إذن هما مات في إيديهم وألقوه من الشغل. ده تصورنا. وده الواقع بيقول كده، وده المعطيات دي اللي بتأدي، زي ما قلنا المعطيات بتأدي للنتائج، هي المعطيات كلها بتقول كده. ده اللي حصل. رسالة الأم، رسائل الاستغاثة بتاعته، رسائل الأم إن عذبيه، تغيير هدومه، عدم كلامه مع الكابتن مصطفى، معناه إن في حد واقف له كده ماسك له مسدس وموقفه في الركن، زي ما أنت قلت بالظبط، إن الكابتن مصطفى قال كان واقف جنب العمود ده. حضرتك اللي قلت بالظبط، كان واقف جنب العمود، يعني واقف مترفع مرفعينه، وحتى الكابتن مصطفى لما نادى عليه او كلمه قام مودي وشه الناحيه الثانيه. يا راجل ده منطق بذمتك؟ انت مقتنع بالكلام ده من شيمنا او عاداتنا او تقاليدنا او اخلاقنا كمسلمين او كمسيحيين او كيهود حتى، ان حد يجي بيتنا ولما يقول لنا يسلم علينا نودي وشنا الناحيه الثانيه ليه؟ ليه؟ كلام، انت مقتنع بالكلام ده؟ انت مقتنع؟ انت مقتنع؟ انا مش مقتنع. انتوا مقتنعين يا جماعه؟ مش اهو بص كلهم مش مقتنعين، مفيش حد مقتنع بالكلام حضرتك والله. كلام حضرتك دفاع كده يعني، يلا على البركه. بس تعالى بقى لنقطه تانيه، تواجد المتهم بتاع حضرتك في قلب الشقه بتاع الدكتور مصطفى عنوه وبالقوه كما قال بيان النائب العام، إظهار القوة، استعراض القوة، فرض السيطرة. إذا دي بلطجة، مش زي ما حضرتك بتقول ولاد ناس ومش ولاد ناس، مع إن كل الناس ولاد ناس والله. كلنا ولاد ناس، ابن الوزير يبقى فيه ولاد ناس. خد بالك، والله العظيم كلنا ولاد ناس. بيفرق بقى ابن الناس مش عن ابن الناس في إيه؟ في الأخلاق. مش في المستوى الاجتماعي او المستوى التعليمي. على فكره ياما ناس مش متعلمه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان امي. الرسول عليه الصلاه والسلام كان امي، يجهل القراءه والكتابه. فالقصه مش قصه تعليم، قصه اخلاقيات، دين، ادب. ماشي، فسيبك من قصه ولاد الناس دي عشان فيها بحس فيها بعنصريه جامده. طيب نيجي بقى للنقطه بتاعه تواجده. طب ماشي، هو تواجد عنوه يا عم وبيان النائب العام، هننساه يعني مش هنتكلم فيه دلوقتي، ولا نقول ان هو قال عليهم بلطجيه ولا بتاع. انت كراجل محامي قد الدنيا مقتنع ان شاب على قد، على كلامك انت، فرفور، انت اللي قلت ده عيل 19 سنه، مش عايز اقول عليه يعني عيل فرفور، يعني انت مقتنع ان العيل ده هيطلع يصلح بين زوج وزوجه؟ ممكن يفك خناقه، في خناقه الناس ماسكه ببعض تتخانق، يحوشوا، لكن لما نيجي بقى نقعد، لما نيجي نقعد نعمل جلسه او مجلس، بيقعد الرجاله الناس الكبيره، حكما من اهله وحكما من اهلها، مش سبع حكام بلطجيه من اهلها، وما فيش ولا واحد من اهله، الراجل اللي عامل دعامه ونزيد تعذيب فيه، واحده من بعيد بتقول صورهولي. ايه؟ ايه؟
يبقى هنا تواجد المتهم بتاعك داخل المنزل، اولا دخل اقتحم المنزل عنوة، دي جريمه اصلا يعاقب عليها القانون بغض النظر عن اي حاجه. يعني سيبك حتى لو ما كانش تم الجريمه والدكتور ولاء خرج وقال ان في ناس اقتحمت بيتي وجابوا انه اقتحم بيته، حتى لو هو على فكره جاي مع اخو مراته هيتحبس. مش من حقه اخو مراته وابو مراته، مش من حقهم اصلا يدخلوا بيته عنوة، فما بالك بقى بصاحب اخو مراته. يا سلام، ده من امتى الكلام ده؟ من امتى بنجيب اصحاب اخواتات مراتاتنا ونقعدهم في جلسه الصلح بيني بيني وبين مراتي؟ يعني انا ومراتي زعلانين ان اخويا جاي لي وجايب لي اصحابه معاه عشان يفكوا يصلحوا بينا، اصحابه الفرافير على قد كلامك 19 سنه و18 سنه جايين يصلحوا بينا. يا راجل ده بذمتك انت مقتنع؟ انا مش مقتنع، ولا الناس دي كمان مقتنعه بالكلام ده برضه. شفت بقى كل كلامك مش مقنع ازاي؟ ينفعش. عايزين لما نتكلم نتكلم كلام يرضي ربنا اولا، ثم يرضي ضمائرنا. يعني نرضي ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هيبقى يرضي ضمائرنا. طالما ارضى ربنا هيرضي ضمائرنا. بتدافع عن موكلك، انا لا اغفل عليك او لا امنع عنك حق الدفاع عن موكلك. ما اقدرش، لا حقك تدافع عن موكلك براحتك. لكن دايما نعرف نقول المحامي هو البريفكت التمام، يعني لما بيعرف ان موكله ارتكب جرم ما، يا بيسيب القضيه يا بيدافع عنه في حدود ان هو يجيب له حكم مخفف بس مع اعترافه من جواه الداخلي ان هو ارتكب الجريمه. لكن ابقى عارف ان الموكل بتاعي ارتكب الجريمه وكل المعطيات وكل الملابسات وكل الاحداث المصاحبه للجريمه بتؤكد ان المتهم ارتكب الجريمه او في جريمه تمت، ده ممكن تدافع عن موكلك في حاله واحده بس، ودي اللي كان نفسي تتكلم فيها. لو كنت اتكلمت فيها كنت ارفع لك القبعه واقول لك عندك حق، الا وهي ان المتهم اللي انت بتدافع عنه كان مش ما كانش موجود في البيت وقت ما حصل والدكتور ولاء القي او القى بنفسه. يا سيدي عشان ما تزعلش، عارف لو كنت مسكت النقطه دي ودافعت فيها اقول عنده حق بيدافع عن موكله، طالما لو اثبتت ان هو كان بره وقت ما هو سقط خلاص انت عندك حق تدافع عنه من هنا للسنه الجايه، حتى لو كان مشترك معاه في التعذيب والكلام ده فوق، بس هو وقت ما سقط الدكتور ولاء هو ما كانش فوق، اذا هو لغير مشارك. اذا غير مشارك على الاقل، على الاقل لو كان الدكتور ولاء ما ماتش من التعذيب وكان اترمى وهو لسه حي يرزق يعني، واترمى او انتحر يا سيدي زي ما انت بتقول وهو موجود تحت، يبقى كده براءه. لا انت يا ابني كده براءه، انت حتى لو شاركت معاهم فوق فخلاص انت نزلت، مالناش دعوه باللي حصل بعد ما نزلت. ممكن بس يتهم بس باقتحام المنزل، يتهم ان هو شارك في ضرب مثلا، في تعذيب كده يعني. لو كنت وقفت عند النقطه دي انا كنت احترمتك ورفعت لك القبعه وخلاص. لكن كونك تتخطى الحاجز وتقعد تجيب لنا مبررات من احداث حدثت داخل الشقه كلها من وحي خيال حضرتك، وكل كلام حضرتك متناقض مع بعضه، بدايه من انهم اتصالحوا لشويه تقول ده واقف على الشباك، ومنين اتصالحوا؟ طب يا سيدي ومنين وقفوا على الشباك؟ يعني منين اصطلحوا ومنين هيرمي نفسه؟ تاني حاجه ده كان طالع يصلح، من امتى عيل فرفور؟ على حد كلامك برضه، انا بقول على حد كلامه هو يا جماعه، هو اللي قال عيل فرفور، يعني هو عايز يبين ان هو الولد الصغير يعني ما ارتكبش جريمه يعني، فقال عيل فرفور باللغه الدارجه يعني. من امتى عيل فرفور بيطلع يصلح بين زوجه يا عم؟ من امتى الكلام ده؟ فانا بجيبك على كلامك انت، مش معنى حضرتك بررت وقلت احنا يا جماعه هننسى اعرافنا وننسى تقاليدنا لما بنكون في مشكله بين زوج وزوجه، اخو الزوج بيطلع واخو الزوجه بيطلع. طب هنا ما كانش في اخو الزوجه، اصحاب اخو الزوج قصدي، واصحاب اخو الزوجه. طب هنا ما كانش في حد للزوج خالص، كله تبع الزوجه. طب تعالى بقى سيبك من دي خالص، من امتى واحنا بنتكلم عن الاعراف وعن التقاليد حضرتك قلت ايه؟ لما طلع الكابتن مصطفى فهو اداله وش عشان مش عاوز حد من الجيران يتدخل بينه وبين مراته. الله، اشمعنى حللتها للموكل بتاعك اللي عنده 19 سنه وما حللتهاش للكابتن مصطفى اللي شقته ملاصقه لشقه الكابتن ومن حقه يتدخل لان شقته ملاصقه للشقه والزعيق والضرب كل ده هو سامعه فمن حقه يتدخل.
يعني انت اغفلت الحق ده او اسقطته عن الكابتن مصطفى وحللت له الراجل الكبير المتزوج ومخلف الراجل العاقل الراشد، وحللته للمواطن بتاعك اللي على حد قولك طفل او عيل صغير عنده 19 سنة يعني فرفور. ايه ده؟ ايه ده يا عم الحاج؟ ايه ده يا سيد الفاضل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اسف يا جماعه، كنت مش بقرا التعليقات، انا ما بكون مندمج ما بشوفش، انا بعتذر جدا ليكم، بس انتوا قولوا تعليقات بعض وردوا على بعض، معلش انا اسف. اسف جدا جدا. حليم منور الدنيا حبيبي، انا اسف جدا جدا جدا. عمرو حبيبي منور الدنيا، عمور منور الدنيا حبيبي، انا بعتذر جدا 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 تمام الاعتذار لكل الناس المحترمه اللي انا للاسف الشديد ما قريتش تعليقاتها او لسه ما رحبتش بيها. انتوا عارفين بقى، الناس اللي عارفاني من زمان عارفه لما بندمج ما ببقاش شايف يعني. يعني انا يعني اتمنى اكون وضحت لكم يعني بعض النقاط المهمه في القضيه. اتمنى اكون وضحت لكم بعض النقاط المهمه في القضيه. واتمنى ما كنتش كنت ضيف تقيل عليكم النهارده. يعني اتمنى ما كنتش كنت ضيف تقيل عليكم. ارحب بقى باخواتي المحترمين، والله حكيك كله صح، ربنا يخليك يا جوليا، ربنا يخليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، نلبس الشوافة عشان الناس ما تزعلش مننا. شاو بيقول ابي رد على سؤالي، حاضر ارد على سؤالي. شيء واحد يثبت انه مقتول قبل السقوط، انه لا يوجد صراخ الى اي ابن ادم طبيعي، اي بني ادم طبيعي يسقط على السرير يصرخ في السقوط، فعلا دي حقيقه، وده دليل ان هو انتحر، دي حقيقه طبعا، ده حقيقه. عشان كده انا بقول دايما ان هو بما انه عامل دعامه في القلب فهو 99% ده تحليلي ان هو تم مات من التعذيب، فهم اتصلوا ببعض اهل الخبره اللي هم فاهمين بقى في الليله دي ازاي، فقالوا لهم ارموه من فوق بقى خلاص، هو كده كده مات وهتروحوا في داهيه، فارموه من فوق نحاول نخليها انتحار ونشوف. هي محاوله يا نجحت يا فشلت، بس هي محاوله مش هتضر، لكن ممكن تنفع، يعني هي مش هتضر، ممكن لان كده كده مات وكده كده هتتهموا بالقتل، فنعمل المحاوله دي، لو ما نفعتش مش هتضر، كده كده انتم متنايلين ولابسينها يعني، فاهمين؟ بس ده الكلام يعني. عزه الشربيني، فضيلة بتقول بشرفك انت مقتنع، بشرفك انت مقتنع بكلامك هذا. هي طبعا كانت بتكلم المحامي، تقريبا هي متأخرة، فيا فضيلة انت متأخرة في البث، ممكن تطلعي وتدخلي تاني لو ما يجيلك التعليق ده، لان كلامي ده هيجيلك بعد شوية، لان احنا قافلين على المحامي بقالنا دلوقتي قد ايه، بقالنا ربع ساعة قافلين على المحامي، ففضيلة تعليقاتها متأخرة. وانا عايز انصحكم من وقت للتاني لما كلكم تتفرجوا على بس كل 10 دقائق تخرجوا وتدخلوا من جديد، تخرجوا خالص، تطلعوا خالص من البث وتدخلوا ترجعوا تاني البث من جديد، عشان البثات بتتاخر عندكم يعني، فتبقوا مواكبين الحدث يعني. لا يا عبله والله بصي، موضوع الساعه ده انا ما بحبش اتكلم في حاجه الا لما اكون عارفه اللي هو ايه، عندي يقين بيها. احنا بنتكلم في ملابسات ووقائع حدثت على ارض الواقع، موضوع الساعه ده تردد ولكنه غير مؤكد، موضوع ان في فيديو متصور لمده 7 دقائق تردد ولكنه غير مؤكد. انت عارف انا بحب دايما ايه، نتكلم على حقائق وادله وبراهين تحت ايدينا ملموسه والناس كلها شايفاها والناس كلها عارفاها، عشان كده الحمد لله رب العالمين في الغالب او في اغلب الاحيان بيطلع كلامنا لله الحمد صحيح، وده اللي احنا ماشيين عليه وماشيين عليه. فموضوع الساعه ده تردد ولكنه غير مؤكد، مفيش حد اكده نهائي يعني. نيفين النادي الملكي النهارده، الدنيا يا نيفين. استاذ خالد المنتحر بينفجر منه نافور الدماء ونزيف. ايوه اكيد طبعا. ميم هو هي قصدها طبعا ان هو مات وبعدين رموه عشان كده ما فيش دم نزل، بس في حد قال ان الشاهد قال ان في دم تلوث بيه العربيه، انا بقول الدم ده الدم المتقلط، الدم اللي هو كان متقلط نتيجه التعذيب بتاعه، فلما جه على العربيه عمل، لكن لو دم ده هيغرق الدنيا زي ما بيقولوا يعني.
فضيلة أنت متأخرة في البث، فضيلة بتقول لك على بتتكلم بترد على المحامي بتقول له هذا محترم وحكيم واشترك في جريمة قتل وتعذيب، وما لو ما كانش حكيم ومحترم كان عمل إيه؟ ففضيلة متأخرة أوي في البث، فماشي يا فضيلة حد ينبهها فعلا. مش عارف. يعني انا شغال لكم اخر جزء في المحامي معلش، وجاي لكم تاني سريعا اخر حته اخر جزئيه، بس اخر جزئيه عشان دي مضايقه ناس كتير. هل معنى هذا ان انا رايح ارتكب جريمه؟ هل معنى هذا ان انا رايح اضرب؟ ثانيه ابدا وجاي لكم ابدا. ما انا ممكن اروح اساعد براحتي، احجز، واخد بالك، امنع مشكله. حجز بيتخانقوا مش معناها تسخن انهم ابدا يتصالحوا. من الناحيه السيئه ان انا رايح ارتكب جريمه، بالذات ان انا راجل متعلم، ابن ناس، ساكن في مكان كويس، اهلي ناس محترمين، مش معناها ابدا ان انا بطلت. لكن لما اتصل بقى اسيب بقى عادل اللي هو جاري الراجل المحترم واروح اتصل بالماركه ايه، لال بقى ولا لول ولا مش عارف ايه الاسماء الغريبه اللي بتطلع دي. اصل لول ده بقى ليه بقى في الضرب بقى ايه، ويعور وما يسيبش مش عارف. لا لا يا حبيبي، لا هو لما الاخوات الزوجه اتصلوا على مهاب ما اتصلوش عليه انه راجل بلطجي، ومهاب لما راح ما راحش معاه المطوه والسنجه، لا ما رايح بشخصه بهدومه من غير اي حاجه، ولا سلاح ولا عصايه ولا بتاع ولا مطوه ولا الكلام ده كله، ولا ليه في الكلام ده. ده انسان معروف بانه شخص محترم جدا في وسط العيله، فاكهه العيله، الواد المؤدب قوي، المحترم قوي، المتفوق في التعليم، ظروفه مهببه حطته في الظرف السيء ده. والله النيابة للأسف أنا يعني بأناشد، والله يا فندم أنا بأناشد الرأي العام وأناشد السيد معالي المستشار النائب العام اللي تقدمت ليه النهارده بطلب اطلاع، لأن تقدمنا بالطلب للنيابة الجزئية وتقدمنا بالطلب للنيابة الكلية. يا فندم عايزين نشوف الورق يا معالي المستشار النائب العام، إحنا لا نمثل أعداء للحقيقة ولا أعداء للنيابة ولا أعداء للحق، احنا بنمثل جزء من السلطه القضائيه، ولكننا القضاء الواقف وانتم القضاء الجالس. باشا في ناس اتزعلت، في ناس اتضايقت منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كفايه عشان في ناس زعلت منك. طبعا احنا زي ما قلنا ده كان هيبقى اخر كلام في الموضوع، احنا اتكلمنا في كل حاجه في كل النقط. لو في اي حد عنده اي سؤال انا هبص على التعليقات دلوقتي، لو في حد عنده اي سؤال يتفضل نجاوب عليه قبل ما نقفل البث. احنا بقالنا قد ايه في البث؟ ساعتين 35.